عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح. اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليل دي أو غموعك. يلا بينا هنعمل ايه؟ دم دم تك وسط السما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا، ويوم جديد ان شاء الله يكون سعيد على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان، وحلقة جديدة من عيش سعيد. حلقتنا النهاردة فيها حاجات كتير، هنتكلم معاكو عن اللاست سين، ما بين اوبشن ان هو حاجة مريحة في الواتساب، وما بين ان هي حركة سوسة شوية. ففي ناس اختلفت ارائها، هل هي اوبشن لطيف والناس بتشوفه ان هو حاجه كويسه، وان هو في جروب تاني يقول لك ليه طيب ابعت حاجه لحد وما اعرفش هو شافها ولا ما شافهاش، لا ده سوسه مش عايز يخلينا نعرف هو شافها ولا ما شافهاش. وطبعا هنلعب سوا العاب لذيذه، وكمان هيكون معانا ضيف من ضمن الناس اللي وجودهم أساسي جدا في حياتنا. كلنا محتاجين الكوميديا في حياتنا وخفة الدم، والضحك بقى من أساسيات الطاقة اللي بتدفعنا عشان نقدر نكمل ونواجه حياتنا. ويكون معانا النهاردة في عيش سعيد منورنا الستاند اب كوميدي أحمد خيري، هنتعرف عليه أكتر وهنغير المود كمان معاه. وضيفنا التاني اللي هيكون معانا هو المخرج والبلوجر سامح سند. الفقرة دي هتكون ممتعة جدا ان شاء الله، لان احنا هنتعرف على المحتوى اللي بيقدمه لنا على السوشيال ميديا، وهو طبعا محتوى انترستنج جدا وفيه معلومات وبحث لجرائم مهمة حصلت سواء في الوطن العربي او في العالم. وهيكون منورنا الاستاذ سامح سند طبعا. بس قبل كل ده، قبل ما نروح لفقراتنا وضيوفنا، الفترة اللي فاتت انتشر ترند بتاع تكسير الازايز. الناس اتفاعلت مع الفيديوهات دي وقالت ان هي فيديوهات بتريح الاعصاب، بس في ناس تانية بتقول غير ان هي فيديوهات مريحة للأعصاب، في ناس شايفة ان هي فيديوهات بتتعب الأعصاب. طب الفيديوهات دي ايه اللي وصل نسب مشاهدتها ل200 مليون على التيك توك؟ فالموضوع في آراء مختلفة، ليه الناس حابة تشوف فيديوهات لأزايز بتتكسر أو تكسير الإزاز ده عامة، وإزاي في ناس شايفاه مريح نفسيا للأعصاب، وفي ناس تانية بتفكر من ناحية تانية تقول اللي عمل كده أو اللي نشر الترند ده ووصله الأرقام دي أكيد عنده خلل معين. علشان كده لازم ناخد رأي علم النفس، هل بيقولوا إن شايفين الفيديوهات دي معمولة علشان ناس عندها خلل نفسي معين أو نقص عاطفي ولا إيه؟ في ناس اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهو بره صندوق خالص، يا ترى مين اللي بيلم الإزاز اللي اتكسر ده كله؟ وعلشان نعرف الرأي الصح للطب النفسي، هيكون منورنا على التليفون استشاري الصحة النفسية دكتورة دينا مصطفى. دكتور مساء الفل. مساء النور يا قمر، عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. محتاجين نعرف من حضرتك بقى الجوانب النفسية اللي ممكن تخلي الناس تشوف فيديوهات من النوعية دي، يعني ايه اللي هيخليني مرتاحة نفسيا لما اشوف ازاز بيتكسر، وايه اللي هيخليني اتابع الفيديوهات دي ويوصل عدد مشاهدتها للرقم الرهيب ده؟ الاول مساء الخير عليكم، منورين الدنيا. بصي حضرتك، الفكرة كلها ان الناس اليومين دول عندها كبت كتير جدا جدا جدا، والمشاكل والحاجات الكتير اللي احنا كلنا بنتعرض ليها في يومنا، فموضوع التنفيس عن الكبت ده، كنا زمان بنقعد نسمع موسيقى هادية، كنا بنشرب النسكافيه والقهوة بتاعتنا في البلكونة بتاعتنا، وكنا بنكتب بنطلع الطاقة دي في كده. بدأ بقى موضوع الترند بقى في موضوع تكسير الأزايز، وده حركة الزجاجات على الأرض، على السلالم كمان، بتريح الناس في بعض الحالات اللي عندها اضطراب نفسي
او حالات الكبت الشديده بتبدا ان هي تريحها نفسيا، فبتبدا ان هي تفضل تتفرج عليها. على فكره هي بتوصل يعني لحاله من الادمان. فطبعا الموضوع ده زاد جدا، كله بقى يشيره، والناس بدات تتفرج، وبدات المشاهدات بقت تعلى جدا وبتزيد. بس احنا بنقول للناس حاولي ما تنطقوش ورا الفيديوهات دي، تمام؟ وما تحاولوش ان انتوا تتفرجوا عليها. طب انا احاول ان انا ادخل بديل عشان امنع نفسي من الادمان او اتخلص من العاده دي او من الادمان ده. بنقول للناس يعني حمام دافي ساخن، ان احنا نسمع موسيقى، نلعب رياضه، نتمرن سباحه، نحاول ان احنا نطلع نفسنا من المود ده، تمام؟ لان ده زياده عن الحد ده بيبقى ادمان شديد جدا. كمان في فيديوهات انها بتاعه الاكل، ان انا اتفرج على الفيديوهات بتاعه الناس اللي تقعد تاكل، الناس اللي بتقعد تاكل. في صينيين كمان يعني بيعملوا الفيديوهات دي بطريقه اكل بشراهه صعبه قوي. بالظبط كده، ده نوع برضو من انواع الاضطرابات اللي بتقابل الناس، او الخلل النفسي عند بعض الاشخاص. فزي ما في ناس بتتفرج على الحاجات بتاعه تكسير الازاز، في ناس برضو بتتفرج على النهم بتاع الاكل ده. فكل الحاجات دي اضطرابات نفسيه، احنا المفروض ان احنا ما ننطقش وراها، لان ممكن يكون شخص طبيعي جدا وبيتفرج عليها من باب الفضول او من باب حب الاستطلاع، ومع الفرجه فتوصله للمرض النفسي. توصله للاضطراب ده، او توصله لان هو خلاص ادمن ان هو يتفرج على ده. يعني لو شخص حس ان هو بينبسط ان هو بيتفرج على الفيديوهات دي او مستمتع بيها، هل هو كده يعرف ان هو عنده مشكله ومحتاج علاج؟ محتاج طبعا، ان هو لو الموضوع زايد معاه محتاج متخصص ان هو يتابع حالته. وبرنامج الفضفضه هو يعني الفكره كلها ان انا اطلع الكبت اللي جوايا. طبعا اليوم بتاعنا مليان جدا بالمشاكل والشغل والضغط النفسي كل الحاجات دي كلها بتبقى عايزة ان الشخص ان هو يفرغ الطاقة دي. طبعا احنا كنا زمان كأسرة كنا بنتجمع كلنا بنتكلم مع بابانا، مع مامتنا، مع قرايبنا، فكان في نوع من التنفيس. دلوقتي السوشيال ميديا والدنيا كلها بقت على قد ما هي بقت مفتوحة، على قد ما كل واحد قافل على نفسه وعامل لنفسه مجتمع منغلق خاص بيه. بقت الأسرة كلها قاعدة مع بعض، وكل واحد ماسك الموبايل بتاعه قاعد على اللاب بتاعه، وكل واحد مع نفسه. فاحنا كده افتقدنا ده، افتقدنا الجو الاسري ده، تمام؟ فاحنا محتاجين نقول عوده الرجوع للاسره، عوده ان احنا نلعب رياضه، ان احنا نروح نادي، ان احنا نروح مثلا معارض الكتاب، ان احنا نرجع نقرا زي الاول، ان احنا نروح مسارح، نروح يعني سينما، نروح يعني نحاول نطلع نفسنا من المود ده. هل في تفسير علمي للموضوع ده، موضوع تكسير الازاز؟ هو كابت نوع من، بنقول نوع من ميكانيزم الدفاع، تمام؟ عندنا حيل دفاعيه وميكانيزمات دفاع، ان الشخص بيحاول يطلع من المود دوت، ماشي؟ من ضمن الحيل الدفاعيه اللي هي الحاجات والاسقاطات بتاعته دي، الكابت ان هو ينفذ بقى هو عايز ينفذ، كل واحد بينفذ بطريقته. فطبعا السن بتاعنا سن الشباب بالنسبه له الفيديوهات دي سهله ان هو يتفرج عليها، فهو بيحس براحه نفسيه. طب انت جربت حاجه تانية غير ده وتبدا تنفذ بيها عن نفسك؟ لا، هو ما جربش، هو استمتع بده واستسهلها. فاحنا بنقول نقلل من المشاهدات بتاعه الفيديو دي، نسمع موسيقى، رياضه، سباحه. المهم ان احنا نطلع نفس الكتابه. على فكره الكتابه جميله جدا 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 في التنفيس عن الطاقات السلبيه. بدل ما انا احول الحاله اللي عندي دي لطاقه سلبيه، لا، انا احولها لطاقه ايجابيه. اكتب قصص، اكتب شعر، او اكتب اي حاجه انا حاسس بيها. مش بالضروره ان انا مش بعرف اكتب شعر، او ان انا اكتب مقالات، او لا، مجرد ان انا اطلع اللي جوايا. انا كده خلاص خرجت الطاقه السلبيه اللي جوايا، طلعتها في كتابه. طيب دكتور، كان في برضو فيديوهات انتشرت فتره لانواع العلاج نفسي، وهي بان شخص يروح مكان مجهز المكان ده لان هو يكسر فيه حاجات،
وقالوا ان ده نوع من انواع العلاجات من انواع النفسيه، وان التنفيذ. هو ان التكسير ده بيطلع طاقات وبيخلي الواحد يفرغ الشحنات السلبيه اللي جواه. هل الفيديوهات دي تمت للموضوع ده بصله ولا ملهاش علاقه؟ لا، هي الفيديوهات دي ما تنفعش. هي الفكره كلها ان انا لما بتعامل مع متخصص، هو امتى بيحط لي البرنامج او التقنيه نفسها العلاجيه؟ ماشي، مثلا ممكن العلاج المعرفي السلوكي، ممكن يعني العلاج الجدلي، ممكن حاجات كتير. تمام، ممكن ندخل الجزء بتاع التكسير ده للتنفيذ عن بعض الشخصيات، وليست ما بقاش ده ستاندرز عندي وبقى سقف عندي انا كل الناس لازم اتعامل معاها. لا، كل حاله بتختلف وكل مشكله ليها علاج معين، فانا ما احطوش ان هو سقف معايا ان انا كل الناس بتمر بيه. لا، انا كده محتاجه ان انا اروح متخصص وهو اللي يقول لي انا محتاج ايه، هو اللي هيدخل لي التقنيه معينه او الطريقه المثاليه للعلاج. دكتور دينا مصطفى، شكرا ليكي بصراحة، معلومات قيمة. استشاري الصحة النفسية، شكرا ليكي يا دكتور. خلونا بقى نروح لفاصل ونرجع تاني على طول علشان نكمل حلقتنا. استنونا وما تروحوش في أي حتة. ورجعنا لكم على طول علشان نكمل حلقتنا. وبيقولوا من اشيك الاوبشنز اللي موجوده في الواتساب انك لما تفتح في اي وقت انت عايز وتقفل في وقت ما انت عايز، او حتى مش عايز ترد على مسجات معينه جات لك في الوقت اللي جات لك فيه من غير ما تزعل حد، ومن غير ما يقول لك اصل شاف المسج بتاعتي وما ردش، اصل اتعمل علامتين صح زرق وهو قرا الكلام اللي انا بعته وهو ما ردش. فالواتساب عمل لنا حاجه بسيطه جدا اللي هي تلغي اللاست سين. شايف ان هي حاجه من الاوبشنز اللي هي في ناس بتقول لك ده بتديك مساحتك من الحرية، وفي ناس تانية شايفة ان هي حركة سوسة وان الناس اللي بتعمل الحركة دي مش سالكة ومش عايزة تبين للناس امتى ردت وامتى ما ردتش. كل واحد أدرى بظروفه وكل واحد فينا مختلف عن التاني. انا دلوقتي حتى كمان لو عملت الاوبشن ده اللي عمله لي الواتساب، فالواتساب زي ما اداني حاجة شال مني حاجة، زي ما هو هيخلي الناس ما تشوفنيش ان انا عندي العلامة الزرقاء ان انا قريت، انا كمان مش هشوف لما ابعت لحد هو قرا ولا ما قراش. فالاختيار ليك، لو انت عايز مساحه من الحريه انت كمان مضطر تدي للي قدامك مساحته من الحريه، ان انت لما تبعت له مسج مش شرط ان هو يرد عليها في نفس الوقت، زي ما انت لما يتبعت لك مسج بيبقى عندك مساحه من الحريه او الخصوصيه ان انت ما تردش عليها في نفس الوقت، لان السوشيال ميديا او الابليكيشنز عامه قربت الناس قوي من ان هي توصل لاي حد في اي وقت، فالموضوع ما بقاش فيه خصوصيه قوي. وبما اننا بنتكلم على الخصوصيه في السوشيال ميديا او في الميديا عامه، فهيكون منورنا على تليفون باشمهندس وليد حجاج، خبير المعلومات وصائد الهاكرز. باشمهندس قول لنا مساء الفل الاول. مساء الفل على حضرتك. من وجهة نظر حضرتك، موضوع اللاست سين واونلاين ولا مش اونلاين، للعلامة الزرقاء اللي هي بتبين لك انت وصل لك الكلام ولا لا، قريته ولا لا، هل ده في نوع من انواع اختراق الخصوصية للناس والعكس؟ والله لا، هو الموضوع مش بالمبدا اللي حضرتك بتقوليه دهوت، ولكن احنا عندنا كميه برامج تواصل اجتماعي بقت كتيره، ما بين ماسنجر وما بين واتساب وتليجرام، في حاجه كتيره جدا بقت متاحه الناس بتتواصل من خلالها. وللاسف للاسف الناس اللي بتعمل ده في جزء كبير منهم بيعملوا نتيجه ان ثقافه الناس في مصر لما حد يشوف حاجه وما يردش فبالنسبه له كده ان هو تقليل من قدره، فاللي هو بيتضايق وبيزعل ومضطر بقى ان انا ابرر له ان انا كنت مشغول، فبيبقى ده السبب الرئيسي ان انا علشانه ممكن اعمل الاوبشن ده واخليه ما يبقاش ظاهر. لكن هو في الاخر كده ولا كده الناس بترد في الوقت المناسب، ما هو مش شرط الوقت بتاع حضرتك اللي انت بعت لي فيه الرساله هو الوقت المناسب اللي انا اعرف ارد بالظبط. ووارد جدا ان انا ابص على الرساله والاقي اللي مطلوب مني في الرد عليها هياخد شويه وقت وانا ما عنديش الوقت ده، فاقول خلاص انا هرد عليها اخر اليوم. ففي ناس سايق حاجة بتعمل بالضبط. حاجة، فبالتالي يعني هي راجعة في الآخر لثقافة الناس، فده اللي بيخلي بعض الناس تعمل كده.
غير بقى ان في ناس تانية بتعمل كده عشان ما حدش يبقى عارف هو اونلاين ولا مش اونلاين، ولا دي قصص بقى تانية بقى بتبقى الراجل ومراته هو واحد وخطيبته، دي حاجات تانية مالناش دعوه احنا بيها. حتى في الشغل يعني هي برضه بتحصل مع الناس في الشغل، اصل انا رديت يعني اتبعت لك تاسك معينه ولازم ترد، طب ما انت هتفكر فيها هتحاول تنجزها بسرعه، فالموضوع برضه مش بس حتى في العلاقات الشخصيه، حتى في الشغل بيبقى احيانا بتحتاج الاوبشن ده، فهو اوبشن. بالظبط بالظبط. بس انا عايز اقول لحضرتك ان دلوقتي بقى في اتجاه لمعظم الناس في الاشغال بيبقى التعامل بالميل اكتر ما هو واتساب، يعني الواتساب في ناس قليله بس اللي بدات تستخدمه دلوقتي في حاجات الشغل، بيبقى متابعه اكتر ما هو التاسك نفسها، يعني بتبقى القصه من خلال الميل. لكن اللي عايز اقوله لحضرتك بقى وده الاهم من قصه السين واللاست سين، ان في ناس بتدعي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التيك توك والحاجات دي كلها ان انا لو نزلت برنامج فيرجن معين واصدار معين من الواتساب اقدر اشوف حضرتك بتتكلمي مع مين من غير ما امسك تليفونك، وده كلام بيبقى يعني غير صحيح وعلى كلام الصحه. مش وهمي، هي برامج لا تتبع شركه الواتساب، ولكن البرامج دي ناس عاملاها زي ما بيقولوا كده بلغه الكمبيوتر كوكت او مطبوخه، يعني حد معدل التطبيق وعامل فيه الاوبشن ده. فده معناها ان لازم اكون انا وحضرتك منزلين نفس التطبيق المطبوخ او الكوكت او المتعدل. اوكي، الحاجه الاهم بقى ان التطبيقات دي مش تبع شركه ميتا خالص، وبالتالي ايه اللي يمنع انها تكون بتجمع الداتا بتاعت حضرتك والرسائل والمحادثات وبتستخدمها بشكل او باخر؟ ما هو ما حدش يعمل تطبيق زي كده ببلاش ويقدم فيه خصائص للناس مجانيه وهيكسب منين؟ عرفنا بقى مدى اهميه الخصوصيه على السوشيال ميديا، دلوقتي الخصوصيه قلت جدا وبقى كل معظم التليفونات تقول لك اصل انا خايف اصل انا اكون مخترق او متراقب او او او، فما بقاش في الكم من الخصوصيه. بصي، هو مبدئيا الخصوصيه انتحرت، مفيش حاجه اسمها خصوصيه دلوقتي اصلا. ولكن انت حضرتك لو بصيتي على سلوك الناس هتلاقي ان هم نفسهم بيعملوا عكس ما هم عايزين. يعني هو الناس بتقول لك الخصوصيه، طب ما حضرتك او حضرتك اللي بتنزلي حاجاتك الشخصيه وصورك والاماكن اللي رحتيها والاكلات اللي كلتيها والفسح اللي اتفسحتيها على السوشيال ميديا، ده هيضيف لنا ايه كمتابع؟ حضرتك ما بتنزليش معلومه ولا حكمه ولا حاجه علميه تفيدني ولا اي موضوع استفيد انا منه، فما ينفعش يبقى حضرتك نفسك بتعملي كده وتقولي لي عايزه خصوصيه، طب ما حضرتك اللي بتعملي اختراق لخصوصيه نفسك. بخلاف كمان ثقافه الناس في التعامل مع الانترنت ان هم بينزلوا اي تطبيق من اي حته وعاده بيبقى خارج المنصه يقول عشان ما ادفعش فلوس التطبيق ده بفلوس، فانا هنزله، ده انا بتكلم على الاندرويد، هنزله بقى من بره الجوجل بلاي لان هو في نسخه منه كراكت على منتدى هنزلها. طب ما هو الكراك ده في حد ذاته اختراق لتليفونك وبيقدر يجمع بيانات وسلوك ليك على التليفون. بالزبط. كمان حته ان انت بتسيب الرسائل المحادثات القديمه سواء ماسنجر او واتساب على التليفون دي مشكله، لان لو حد وقع في ايده التليفون او اتعمل له صيانه يبقى اختراق للخصوصيه واضح وصريح. الاهم من كل ده وده الناس بتنزل برامج بتاعه اللي هي زي الترو كولر والحاجات دي كلها ويرجع يقول اختراق خصوصيه، طب ما هالبرامج دي ما بتنزل على التليفون زي ما بتجيب لحضرتك رقم تليفون حد بتاخد الكونتاكت ليست اللي عندك كلها تحطها على السيرفر بتاع ترو كولر. فسلوك الناس المفروض هو اللي يتصلح الاول وبعدين نبتدي نتكلم على الخصوصيه. طب ازاي اقدر امن نفسي من كل اللي بيحصل ده؟ بص حضرتك او الاكونت بتاعي عامه امنه ازاي؟ التامين هو في الاخر معايير كتيره اهمها السلوك الشخصي، بمعنى ان ما ينفعش حضرتك النهارده تطلبي مني ان انا امن لك بيتك فاحط لك كاميرات وباب حديد وقفل وبعدين حضرتك ضيعي المفتاح، وبالتالي ان انا النهارده عشان امن السوشيال ميديا بتاعتي او امن الايميل لازم اتبع معايير معينه اهمها ان انا اكون بستخدم رقم تليفون معايا مش اتسحب مني والشركه خدته، ولو الشركه خدت الرقم ده لازم اطلح الرقم ده على الاكونت. الايميل اللي موجود على الاكونت لازم يكون ايميل انا بقدر افتح الايميل ده، مش ايميل انا عامله من زمان وعمري ما فتحته. لازم اكون مفعل المصادقه الثنائيه اللي هو خطوه الكود اللي بيجي في رساله اللي هو الاو تي بي. بعد كل ده وده لازم في الاخر ما اتعاملش مع الاكونت اللي بيكلمني على ان هو صاحب الحاجه، بمعنى ايه؟ ان انا بكلم حضرتك على السوشيال ميديا فانت عارفه ان انا وليد حجاج، لا، مين اللي قال لحضرتك ان انا وليد حجاج اللي بكلمك؟ ده اكونت وليد حجاج. مين بقى اللي بيستخدمه؟ مش يمكن حد سرق اكونت وليد حجاج وهو لسه ما عرفش؟ فما نثقش جدا في التعامل اونلاين، واكثر النصابات اللي بقت تحصل الفتره الاخيره دي، عارفه حضرتك المسج بتاع زمان انزل يا محمدين لقينا تماثيل ذهب. ايوه، دي بقى دلوقتي ايه؟ يخش على الاكونت بتاع حد مسروق واروح باعت لكل الاصدقاء اللي عليه بقول لك يعني حسابي اتسرق وهيجي لك كود فبعد اذنك ادولي عشان اعرف افتح حسابي. او ده انا عامل جروب والجروب عايز باسورد فانا هبعت لك الكود واديهولي. دي حركة بقت يعني منتشرة بشكل كبير جدا، وعايز اقول لحضرتك ناس كتير في مجالات متعددة وناس كبيرة وناس قيمة وقامة
مخرجين وممثلين وفنانين واعلاميين حصل فيهم بالطريقه دي. وبالتالي يعني اي كود يجي لك من اي حته ايا كان ايه الشركه اللي بعت لك الكود، سواء اتصالات او بنك او اي حاجه، ده كود شخصي ما تدوش لحد. اوكي باشمهندس وليد حجاج، حضرتك نورتنا واديتنا معلومات مهمه جدا جدا جدا، شكرا لحضرتك، نورت عيش سعيد. طب خلونا بقى دلوقتي نروح نشوف راي الناس في الشارع في الموضوع ده، وموضوع اللاست سين والواتساب والخصوصيه عامه على السوشيال ميديا، ونرجع تاني نكمل حلقتنا. فاتح اللاست سين؟ سين؟ فتح. لا فتح. قفل. قفلة. لا فتحها. قفل. لا مفتوح. لا قفل. لا فتحها عادي كده، ما بحبش حد يشوفها. كنت في علاقة زمان يعني، فكنت حابب اقفله. عشان انت بتحب تهرب، ما تفتحش اللاست سين، فاهماني؟ لا معرفش. علشان بيبقوا فاتحين الواتس ومش بيرد، يعني هو بيبقى موجود بس ما بيردش. عادي والله، انا يعني اصلا قافله، ما كنتش عارف ان هو ما بيظهرش عند يعني اللي كمان ما بيظهرليش بقيه الناس، كنت فاكر الناس كلها قافله. لا ملوش دعوه يعني، كل واحد حر في الاخر يعني، تقفل ولا تفتحه، ما فيش يعني في الاخر. انت لو بتقول على الناس دي كده معناها ان انت فضولي من اخرها يعني. عشان ممكن يكونوا بيكسلوا يردوا، او يردوا متاخر، او يعني شويه عايزين يشوفوا المسج من غير ما يردوا. هم مش سالكين اصلا اللي بيقولوا كده يعني، مش بيبقى حابب حد يشوفه، مش بيبقى حد حابب يتدخل في خصوصياته وكده. عشان لما حد يكون بعت لي حاجه وانا مش عايز ابان ان انا شفتها، فما يشوفهاش، ما يشوفش ان انا شفتها عشان ما اضطرش ان انا ارد. ايوه، عشان هو بيشوف المسجات وخلاص بقى، بيطنش وبيسمع الفويس المفعوته دي وخلاص بقى، اللي هو براحته يرد وقت ما يرد، فاهمين ازاي؟ فهو مش سالك. قافله علشان الناس اللي ما بتردش. الريد لا فاتحها عادي. انا شخص سالك عموما، مش مفيش حاجات من دي عموما. لا مش هفقد بقى، انا وسلكان دي وحشه قوي دي، بس لا مش هفقدها. مش عارفه والله، مش هفقدها. لا مش هفقدها. لا مش هفقدها. مفتوح. قفلها. قفل كل حاجه. لا انا فاتحاها. اقعد قد ايه عشان ما اردش عليها لو انا قافل العلامه الزرعاء ان انا اريد يعني؟ على حسب الرساله عموما، بس اعتقد ان هو مثلا ممكن ساعه ولا حاجه او ساعتين. لا لا مش بتاخر كتير، طالما كده كده هرد اصلا يعني، فبرد على طول. ممكن ما اردش خالص. يمكن ايام. مش هرد اصلا. مش هرد عليه اصلا. طالما جالي مسج على الواتساب يبقى لازم ارد عليه. لا هاخد وقت افكر بصراحه، ممكن ارد ثاني يوم عادي جدا. او على حسب يعني الاهميه. لا حد. لا خلاص بقى، صباح الفل. هو لو شخص مثلا انا محتاجه في حاجه ضروريه او بتاع، ممكن ارن عليه انت ايه ما رديتش ليه كده. لكن لو خلاص عادي حاجه عاديه، انا ممكن مش هعاتبه. لا ما عادي، هو مش عايز يرد زي ما انا كده مش عايز ارد، بس مش حابب ان انا حد يزن عليا. حسب الشخص يعني، لو صاحبتي دي انا اقعد ابعت لها كل شويه لحد ما ترد، لو غير اقدر الظروف واسيبهم براحتهم. لو خدت بالي مش هعاتبه. لا مش هنضيع وقت. لا مش هبعت له تاني. لو حاجه ضروريه هبعت له، لو حاجه مش ضروريه خلاص مش مهم. لا مش هعاتبه غير لو فتحها وشافها، لو شافها وقتها هعمل خناقه بجد، انا بتضايق. مع ان المفروض ان انا ما اقولش رايي علشان ده اللي اتعلمناه، بس انا في راي عجبني وحاسه ان هو شبه رايي، هو ان اللي عايز يعرف هو قرا الرساله ولا لا، وما ادالوش مساحه من الحريه ان هو يرد لما يفضى، فهو شخص فضولي. يعني في واحده قالت ده يبقى شخص فضولي، هو فعلا يبقى شخص فضولي. ما انت سيب اللي قدامك، انت مش عارف هو بيعمل ايه دلوقتي، فهو سواء رد او ما ردش، او قرا الرساله دلوقتي او ما قراهاش، اديله مساحته ان هو يعرف لما هيعرف يرد عليك، هيرد عليك لما يكون عنده الوقت الكافي. ممكن يكون فعلا في ظروف كتير قوي تمنعنا ان احنا نرد، ممكن يكون في ميتنج، سايق، حصل كذا كذا، شاف المسج بطريقه او باخرى من على الموبايل كده من بره، بس ما عرفش يرد دلوقتي. فعلامه الصح الزرقاء دي مش هي اللي هتسبب المشكله، مش هي اللي هتعمل تقول اصل فلان شاف وما ردش. ما هو فلان شاف بس كان عنده ظروف ما ردش، هيفضى ويرد. فما نبقاش على طول كده متحاملين على بعض ومستنيين لبعض وواقفين لبعض على الغلطه. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.
كشفت الفنانة حرية فرغلي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد إجراءها عملية استئصال للرحم الأيام اللي فاتت، وقالت إنها اكتشفت وجود 9 أورام خبيثة بالرحم، وقالت إنها حزينة لأن محدش من الوسط الفني سأل واطمن عليها. وفي تصريحات تلفزيونية قالت حرية إن الأورام كانت داخل الرحم بطول 6 سنتي و4 سنتي وكان لازم استئصال الرحم بالكامل. وعلقت وقالت ما كنتش أعرف الحكاية دي إلا لما قمت من البنج، كنت نفسي أخلف بس ربنا مش رايد والحمد لله بمشي على رجلي، وإن شاء الله هرجع لشغلي تاني وهبقى عندي طاقة أكتر من الأول، والنزيف اللي كان بيجي لي كل شهر كان بيستنزفني والهيموجلوبين كان عندي 3. بقول للناس اللي بتدعي لي أنا لو كويسة فهيكون بسبب دعائكم. كشف الفنان علي الحجار حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان مدحت صالح واستغرابه من صمت زميله مدحت صالح على أزمة مشروع 100 سنة غنى. وقال الحجار أنا مستغرب أن مدحت صالح مش بيعلق بأي حاجة، مش بيقول أنا ما خدتش مشروع علي الحجار ولا بيقول مشروع الأستاذة طلع من دماغي، إيه الصمت العجيب ده؟ ورد الحجار على إمكانية الصلح مع مدحت وقال مش فاهم إزاي نقعد مع بعض، حد أخذ مشروع اللي عاوز أنفذه من سنين وأخده زي ما هو ونفذه وبعدها يتقال معلش يا حبيبي مفيش حاجة اسمها كده. فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور في أحد الظهور لها بسبب فقدانها الكثير من وزنها خلال وجودها في الساحل الشمالي في أجازة مع زوجها الفنان حسام حبيب. ظهرت شيرين مع حسام حبيب وبعض الأصدقاء وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير وعلقوا على فقدان شيرين لوزنها اللي قالوا إنه ملحوظ واضح جدا. وبتستعد شيرين لطرحها ألبومها الجديد اللي هيكون مع شركة روتانا وهيكون مكون من 8 أغاني هينزل على مرحلتين كل مرحلة فيها 4 أغاني. انتقد الناقد الفني طارق الشناوي بيان نقابة المهنة التمثيلية بسبب مشهد الإساءة لكلية الآداب قسم علوم المسرح اللي تعرض ضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل ليلى الجزء الثالث. وكتب الشناوي على حسابه الشخصي على فيسبوك وقال نقابة الممثلين تلعب بالكبريت، البيان الذي أصدره مؤخرا نقيب الممثلين أشرف زكي يشكل خطرا على مهنة التمثيل لأنه يحاكم الخيال بقانون الواقع ويطالب بحذف مشهد داخل مسلسل ليلى بحجة أنه بينتقد تدريس فن التمثيل بكلية الآداب. أول من سيكتوي بتلك النيران هي النقابة لأن كل نقابة متضررة من مشهد مماثل سوف تطالب بالمعاملة بالمثل ولن تستطيع النقابة سوى الامتثال. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، وطبعا مع ضغوط الحياة والمشاكل والشغل والبيت والأطفال والمذاكرة حتى للصغيرين دايما بنبقى مضغوطين ودايما بنبقى محتاجين أي منفذ كده نشيل كل الأعباء دي ونضحك من قلبنا. فاللي بيساعدنا دايما في الحتة دي هي خفة دم الشعب المصري، وكمان عندنا مواهب في خفة الدم خطيرة جدا، وظهر منهم موهبة خطيرة ابتدى على السوشيال ميديا الكوميديان اللي منورنا النهاردة في عيش سعيد أحمد خيري. أهلا بيك. ازيك الأخبار؟ كله تمام، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. منور عيش سعيد. انا مبسوط جدا انا معاكم طبعا، وطبعا اسم عيش سعيد ده يعني بيتهيألي كده المفروض يبقى قريب لقلبك لان انت بتحب تعيش بسعاده وبساطه وبضحك وخفه دم، صح؟ جدا 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 الصراحه. يعني اصلا هنتضايق من ايه؟ ما خلاص يعني فهم؟ من ايه؟ لا يعني إيه؟ أصلاً من ايه الاسباب كتير بس نسكبها يعني على جنب. يعني ضغوطات كتير والشغل والحياة والبيت والناس وحتى الصغيرين دلوقتي بقوا مضغوطين من جداً المذاكرة وغيره. جدا جدا والله، حتى لو مش في المذاكرة هم مضغوطين عامة. يعني عندي ليلى بنت اخويا 5 سنين ومتضايقة دايما مش عارف عايزة اقول لها ايه اللي حصل. ليه يا ليلى؟ عايزة اقول لها ايه اللي حصل يعني مفيش حاجة تنسى عليك يا صوت يا ليلى ولا ايه؟ مش ممكن يعني. طيب عايزين بقى نتكلم عن احمد بقى في البداية. انت مين اللي في الاول اكتشف وقال لك احمد انت دمك خفيف، انت لازم تقدم محتوى، انت لازم تستغل خفة الدم والكوميديا اللي عندك دي؟ هو يعني هو ما فيش حد قال لي على الموضوع، هو الموضوع كان انه حتى يعني هو اكتشفته بالصدفة البحتة يعني خالص، هو كان اخره الهزار بيننا وبين صحابنا عادي جدا. اللي خلاني اكتشفت الموضوع او حسيت انه ممكن يكون في حاجة لما وقف في الكلية، لما دخلت مسرح الجامعة. ومسرح الجامعة بنسبة مثلا 98% المسرحية بتبقى معتمدة على ان هي تبقى مسرحية كوميدية اكتر، فاللي هو بنضحك الطلبة وكلامنا كله كده. فاكتشفت الموضوع لما دخلت، يعني حتى انا حتى كنتش اعرف ان انا ممكن اعرف امثل او ان انا اعرف اقدم حاجه ليها علاقه بالفن عامه.
رغم ان انا في كليه فنون تطبيقيه اللي هي اصلا كلها يعني فن وكده حاجات، بس لما دخلت المسرح هو دوت خلاني اخد بالي من الموضوع، ان انا كمان غير ان احنا كنا بنتدرب في المسرح والحاجات دي وبناخد ورش والكلام ده كله، كان في جزء منه ان انا بتفرج بشوف حاجات، وانا من زمان بحب السينما والمسرح والدراما، والمسرحيات بالنسبه لي هي عالم، يعني بالنسبه لي هي عالم. فمن زمان وانا بحب جدا اتفرج على المسرحيات الكوميدي، فيمكن ده اللي خلاني استشفيت الموضوع لما دخلت جوه بقى، فلقيت ان الدنيا ماشيه بطريقه لذيذه، والفيدباك اللي بيجي لي من الناس انه لا تمام انت عندك تقدر. فطبعا مع التدريبات بدات اكتشف حتى حاجات في نفسي، ان انا مش شرط حتى الخف الدم تبقى ليها علاقه مثلا بحاجه بتتقال، دي ممكن تكون بحركه برياكشن بمود عام موجود، والواحد لما بيكبر بقى بيبدا يعني يتعلم حاجات ويبدا يكتشف نفسه. ف يعني بالطريقه يعني ما حسيتش ان انت عايز تكملها بدراسه بقى وادخل بقى فنون مسرحيه؟ حاولت بس الظروف نفسها ما كانتش مساعده ان انا اخش تاني ادرس تاني، لان كان في بقى شغل بقى ودنيا ولازم نستقل وحاجات كده كتير يعني وبتاع، فيمكن ده ما ساعدش قوي. بس اللي كان مساعد شويه انه الحمد لله ربنا كرمني شويه ووفقني في ان انا من بعد ما اتخرجت كنت بدات اعمل ستاند اب كوميدي، وفي نفس الوقت كنت ابتديت ادي زي ورش كده صغيره مع نشاط طلابي في هندسه المطريه اسمه سكيل، فكنت بدي معاهم زي ورش تمثيل وستاند اب كوميدي وكده، فكان الى حد ما الهوايه بتشبع شويه بان انا بذاكر عشان اعرف ادي للناس حاجه، والحفلات الستاند اب كوميدي كانت بتزود عندي حاجات شويه لها علاقه برده بالتفاعل مع الجمهور والكلام ده، مع حته التمثيل اللي كانت موجوده. فطبعا اكل العيش ده حاجه تانية، بنشوف شغلانه عشان نجيب بيها فلوس عشان نعرف نصرف على الكلام ده. فالحمد لله مع الوقت ومع يعني مع التجارب اللي بتحصل عامه، ومجهود انت كمان بتبذل مجهود والمجهود الحمد لله، فلقيت انه لا يعني الحمد لله ربنا معوض حته ان انا مش عارف ادرس دوت اكاديميا ان انا اخش حاجه، فبنزل حاجات بقرا حاجات بستفيد طبعا من الناس بشتغل معاها كل فتره، فده اللي مخلي الموضوع بقى معوض الموضوع شويه يعني. احمد انت ده بس مجال شغلك ولا بتشتغل حاجات تانية؟ حاليا دلوقتي الحمد لله هو ده مجال شغلي، انا حاليا دلوقتي ان انا بمثل وبعمل ستاند اب كوميدي وبكتب. لو من 3 4 سنين ما كانش هيبقى ده مجال شغلي خالص، كنت بشتغل حاجات تانية، بس الحمد لله هي في نقطه تحول كتيره جدا حصلت فخلتني الحمد لله بقت بشتغل في موضوع الكتابه والستاند اب كوميدي والتمثيل. يعني ايه اللي حصل خلاك تقول ستوب لا انا عايز اشتغل الحاجه اللي انا بحبها؟ عشان في ناس كتير قوي بتبقى حابه مجال معين بس مش عارفه تبتدي منين، او مش عارفه تسيب الحاجه اللي هي اللي مفتوحه قدامهم والمضمونه واللي ماشيين فيها تمام وماشيين حالهم علشان يروحوا يشتغلوا الحاجه اللي بيحبوها. هو لازم بس الناس يعني الناس تبقى عارفه حاجه، انا طبعا يعني مش عايز اعمل الوعظ والنصح، ولكن هو بيبقى قرار يعني. هو بيبقى فيه قرار ريسك صح؟ هو في ريسك ولازم تبقى انت متقبل الريسك دوت، يعني انت خدت قرار لازم تبقى متقبل نتيجته بالحلو وبالوحش اللي فيه. انا لما خدت قرار ان انا هو ده هيبقى شغلي كان الحمد لله يعني ربنا كارم في انه الحمد لله كانت حفلات الستاند اب كوميدي، كان ساعتها تقريبا بقالي حوالي 6 سنين في المجال بتاع الستاند اب كوميدي او 7 سنين، وكنت انا وتيم من ناس صحابنا في المجال عملنا تيم اسمه ذا اليت، ده اللي احنا مكملين بيه لحد دلوقتي، طبعا اخواتي وبتشرف ان انا معاهم طبعا على راسهم طبعا طه دسوقي ومحمد حلمي ووليد المغازي واحمد عصام ومحمد اشرف ومصطفى عباس توفي. فاحنا السبعه كوننا التيم بتاعنا اللي هو بتاع السينما كوميدي. النقله جت منين؟ كان تاني حفله لينا كانت في ساحه الصاوي، وكان حاضرها ساعتها اخونا الكبير وقدوتنا طبعا استاذ احمد امين، وكان شافنا واعجب بينا جدا، وكان هو واستاذ محمد جبير المنتج شغالين معاه، فقرر ان هو ياخدنا في ورشه الكتابه بتاعت برنامج امين وشركاء. اسماء كبيره جدا اللي انت ذكرتها طبعا، واحمد امين بالزبط. فنان كبير وطبعا في الكوميديا هايل، وكمان طه بقى اسم من الاسماء طبعاً. بنفخر بيه كلنا طبعا، من بعد طبعا المسلسل اللي شارك فيه مع الفنان ماجد الكدواني في موضوع عائلي، هو احنا كلنا بنفخر بيه طبعا. وهي كانت في نفس الوقت برضو خارج بقى عن الموضوع دوت، كنت انا كان في برضو بعتبره برضو استاذي واب الروحي مستر تامر فرج سيناريست وممثل كبير طبعا، كان برضو عمل كنا احنا معاه في ورشه كتابه في حته تانية برضو في الكوميديا طبعاً. هو بيتكلم، هو كان ضيفنا في حلقه من حلقات عيش سعيد طبعاً. هو بيتكلم هو بيطلع كوميديا بالظبط، واحنا كنت انا وفي ناس زمايلنا معاه في ورشه الكتابه،
ففي نفس الوقت دوت كان جالنا مسلسل ونسني كان في رمضان 2020، دي كانت برضو اول حاجه بروفيشنال اخشها ككتابه بروفيشنال. فالاثنين مع بعض جم في نفس الوقت، ان انا بكتب في السيزون بتاع عميل وشركاء سكتشات وعندي مسلسل ان شاء الله في رمضان. فحسيت انه طب ما هي خلاص يعني هي دي هو ده البوينت اللي لازم بقى اسيب الشغل وابتدي منها خلاص. ففعلا عملت كده الحمد لله، سبت الشغل اللي انا كنت فيه بشتغله وتفرغت تماما لهذا الموضوع. طبعا جت الكورونا لخبطت الدنيا شويه والكلام ده كله، بس الحمد لله ربنا كرمني بعد كده. ايه؟ لا ما ندمتش خالص، ما ندمتش خالص، لان في الاول وفي الاخر انا كان بقالي اكتر تقريبا من 6 سنين او 7 سنين بحاول في ده، وحاسس انه لا ممكن تكون هي دي الاشاره اللي ربنا بيقول لي يلا بقى، يعني انت عفرت كل دوت، هي دي بقى يلا خدها وامشي فيها. فجت الكورونا لخبطت الدنيا شويه، بس لما رجعت الدنيا بقت حلوه، التيم بتاعنا الحمد لله بدا يتعرف كستاند اب كوميدي، بدات الحمد لله الحفلات تبقى كلها سولد اوت الحمد لله. وفي نفس الوقت المسلسل لما نزل الحمد لله نجح، في رمضان اللي بعديها برضو عملنا برنامج تاني كان اسمه 5 نجوم، وبعد رمضان دوت ده في 21، وبعد رمضان دوت ربنا كرمني واشتغلت كوبي رايتر في ايجنسي بتاعت اعلانات كبيره، ودي برضو كانت حلم من احلامي ان انا اشتغل بتاع اعلانات، لان برضو حاجات ليها علاقه بالكتابه وكده. والحمد لله بعديها في رمضان 22 كنت من ورشه الكتابه اللي كتبت مسلسل مكتوب عليا بتاع فنان اكرم حسني طبعا. حلو قوي. فهي مشت الدنيا، مشت الدنيا لذيذه فتمام. وطبعا اكيد في حاجات كده اللي هو اوقات بتبقى الدنيا صعبه شويه، بس سايبينها يعني الله. بس انت قلت بما انك ما درستهاش انت اتعلمتها واحده واحده، بس لما بتيجي بقى تقول انا هكتب سكتش كوميدي، هل دي بيبقى ليها رولز معينه او ليها طريقه معينه كان لازم لو درسها كانت هتفرق معاك في حاجه، ولا دايما الموهبه بتبقى هي اللي بتعلي؟ رايي انا الشخصي انه حته الكتابه كمان بالذات تحديدا هي 80 او 90% منها موهبه. طبعا الحته بتاعت التعليم او الحته الاكاديميه الكلام ده كله بتعلي الموضوع، يعني لو الموهبه موجوده تمام، لان ممكن في الاول وفي الاخر انا اتعلم واعرف اللي موجود اكاديميا اكتب ازاي نص، بس انا ما عنديش السنس، ما عنديش الحته اللي تخليني اعرف اكتب سكتش كوميدي مثلا في دقيقتين او اكتبه في 7 دقائق، يعني ما حدش عارف. وانا الحمد لله برضو اعتبر نفسي من المحظوظين ان انا لما اشتغلت في الحاجات المهمه اللي رقم موجود اشتغلت مع ناس هم فعلا حريفه فيها. يعني انا لما اشتغلت سكتشات بطريقه بروفيشنال اشتغلت مع احمد امين، محفوظ الالقاب طبعا، بس عشان هو ما بيحبش اصلا نقول له استاذ احمد امين وبتاع. فلما اشتغلت مدرسه كبيره جدا في السكتشات وازاي تكتب، واحنا برضو كنا جايين من حته الستاند اب كوميدي بنبقى بنكتب اللي احنا بنقوله، يعني بنكتب بحريتنا اكتر، مش قصدي احنا نتكلم في مواضيع ما ينفعش نتكلم فيها، بس قصدي ان هو انا بتكلم بالإف بتاعي كان هو احمد اللي بيقوله، بس رحنا برضو في اريا بتاعت انه الاسكتشات بتاعت احمد امين بالذات هي جرين كوميدي، هي رايحه للجمهور بتاع التلفزيون، جمهور العائلات، جمهور اللي هو بمختلف الاعمار، فازاي الكيمياء تتركب على كيمياء عشان نعرف نطلع حاجه حلوه. وده اللي احنا اتعلمناه مع الوقت، فهي التجربه في الثانيه في الثالثه هي اللي بتعلمك الموضوع اكاديميا، او تبقى عارفه بس البيزز اللي هو ايه، لازم تبقى دايما عامل كذا، تسلم من هنا، تقفل السكتش هنا، ازاي تكتب سكتش في دقيقتين ولا تكتبه في 7 دقائق، كل الحاجات ديت مع التجارب اتعلمتها يعني. طيب خلينا نرجع لورا شويه، وايام الجامعه واول مره وقفت فيها على خشبه مسرح والفيدباك اللي حصل، وانت نفسك حسيت ايه؟ حسيت انا شاطر، لا انا هكمل في الحته دي، لا دي مكاني، الجمهور انا عارف اتعامل معاه، ولا كنت خايف؟ في الاول كنت خايف، يعني انا اول مره اطلع فيها المسرح دي ما كانتش اول مره اخش فيها فريق المسرح، انا كنت دخلت السنه اللي قبلها. وكان المخرج ساعتها مخرج كبير استاذ اسلام امام طبعا، كان هو شايف فيا حاجه، بس انا ساعتها كنت لسه بالاجواء بتاعت ثانويه عامه والعيله لا ومسرح ايه اللي عايز تخش وكده. فكان يوم العرض كان في ميد ترم في الكليه، فخرجت من العرض اللي هو لا انا مش هسيب الامتحان، بس لقيت ان الدنيا بتمشي ايزي يعني، فدخلت السنه اللي بعدها. كنت خايف جدا، انا كنت طالع طول المسرحيه، يعني كنت طالع طول المسرحيه ككمبارس، وطول المسرحيه ليا 8 جمل بس. بس اشتغلت عليهم مع استاذ اسلام امام لحد ما وصل ان الثمان جمل بقوا 8 افيهات، يعني انا بقول الجمله هي افيه بس. انا فاكر لحد هذه اللحظه لحظه ان اول مره بقى على المسرح، وانا كمان حتى ما كانتش ليا داخله، يعني احنا كنا المفروض المسرحيه بتبدا ان الستاره مقفوله وبتفتح انت موجود، احنا موجودين انا وكذا حد وبتاع. ف انا فاكر لحد دلوقتي انا يعني دقات قلبي، في واحد صاحبي كان ساعتها جنبي قال لي يا ابني انت كويس، انا سامع دقات قلبك من عندي. ف
فكان خوف مش طبيعي. بس وانس ان المسرحيه فرحت وبدانا ناخد وندي، قلت اول فيه جاب جدا مع الناس والناس ضحكت كده، ده ثقه اكتر، بس خلاص انا ارتحت يعني. تمام. وكان هيدك برضو علينا، انا اول مره امثل وطول المسرحيه انا متشاف، فلازم املى يعني، لازم اتفاعل مع ده واملى حاجات كده في النص مع اللي جنبي ومش عارف اقوم نعمل ايه وبتاع. وكان في لقطه كده في النص في المسرحيه، ان المفروض في لقطه كده المفروض كنت انا لابس فيها زي لبس غازيه ببرقه، وكان في واحده معايا زميلتي في الفرقه هي كانت سمراء، فالناس في الاول اتخضت افتكروها هي، لان هي كمان محجبه وكانت رجليها كلها باينه، فهم ما ركزوش لحد ما انا رفعت البرقه وظهرت انا، انفجار في المسرح طبعا. خدت بالي بقى من الفيدباك في الاخر خالص في السوكسي الاخير لما اسمي اتندى، فانا طلعت فلقيت الناس سوفينا سوفت على رجليها وبتاع، فانا احس ان هو ده انا، طب تمام يا جماعه. فاخدت ثقه طبعا في اليوم ده رهيبه جدا، وحسيت ان لا يعني ممكن يبقى في حاجه يعني. انت من الناس اللي بتتاثر براي الجمهور، فيعني لو كان اول مره ليك وقوف على المسرح وما حصلش كل الضحك ده وما حصلش الفيدباك ده، كان ممكن ترجع عن رايك وتقول لا انا ده مش مكاني، ولا بتعدي وبتسكيب الكومنتات وتقول لا هشتغل على نفسي؟ زمان كنت هتاثر مش هكدب عليك، زمان كنت اتاثر جدا يعني، لو كان الفيدباك اللي جاي ان لا ده تقل دم اللي انت بتعمله دوت، شكرا خلاص الموضوع يموت بالنسبه لي. يمكن دلوقتي بعد شويه نضج وشويه تجارب وبتاع بقت عارف انه لا مش من اول مره يعني. انا حتى لما حد مثلا بيجي يسالني عايز اجرب السنة كوميدي واعرف انا شاطر ولا لا ازاي، ما بقولوش جرب مره في اوبن مايك، لا بقول له جرب على الاقل 4-5 مرات. الاربع خمس مرات دول انت قايم نفسك انت كويس ولا لا. فدلوقتي لا، دلوقتي لحد ما مش بتاثر، اكيد بتاثر، بس لو نقد بناء نقد كويس بطريقه محترمه يخليني اخد بالي من حاجه، فطبعا انا بحب ده جدا ويا ريت الناس تقول لي على ده. لكن في نقد تاني بيبقى سخيف جدا واسلوبه مش حلو، فما بحس ان هو وراه ب5 جنيه حقد كده، فلا يعني وشكرا مش عايزينه. طب بمناسبه بقى النقد اللي احيانا بيبقى غلس واحيانا بيبقى تمام بناء، بس في الاخر هو نقد يعني طبعاً. مش كلنا بنحبه قوي يعني. بتتعامل ازاي بقى مع الكومنتس على الفيسبوك على الفيديوز؟ انت طبعا ما شاء الله عندك صفحتك مؤخرا الحمد لله شويه وعندك متابعين اللي بيحبوك، واكيد فيهم شويه كده من الناس بتاعت ال5 جنيه حقد وكده. بتتعامل ازاي بقى مع الناس دي لو كومنت سخيف جالك؟ لو كومنت فيه تعدي لفظي عليا انا صراحه بخش ارد، لان طالما انت ترد مش بتعمل بلوك، مش بتمسح الكومنت، بعديها بعمل بلوك يعني، برد الاول اطمن هو شايف الرد، بعد كده بعمله بلوك. بس ما عشان بتمسحهاش؟ ايه بتمسحهاش؟ بمسحها لما بيكون في شتيمه طبعا بقى او حاجات كده ما بحبش طبعا، لان في اوقات انت يعني مشكلتك معايا ان انت ممكن يكون مش عاجبك اللي انا بقدمه، لكن ما تخش اعمل لي فولو ليه؟ بالظبط، دي اول حاجه. تاني حاجه ما تخشش تشتمني انا يعني، ما تخشش ان انا مثلا بابويا وامي، لا يعني هم ما لهمش ذنب يعني يعني هم ما لهمش ذنب، فتخش تشتمني كده. وفي ناس بتبقى الكومنتات بتاعتها انا ببقى قاعد يعني ببقى قاعد مش فاهم، ببقى عايز اقول له يعني انا خلاص سبت الدنيا كلها وانا الوحيد اللي غلط دلوقتي يعني. وفي ناس بتبقى زي ما اقول لك بيبقى النقد بتاعها مثلا النقد ان هو از ان هو رد، هو باين ان هو مثلا ممكن يكون اندفع او مثلا متغاظ سنه مثلا من حاجه اتقالت، فبخش مثلا ارد عليه اشرح له ان لا ده انا قصدي كذا وقصدي كذا وكذا يعني. انا مثلا كان في فيديو كنت منزله والفيديو ده يعني اوريدي كان اتعرض في برنامج يعني الناس كلها شافته، فبنزله انا عندي كان جوك ستاند اب كوميدي يعني، كنت بتكلم عن والدي، ان والدي من النوع اللي لما بيجي يبلغني خبر صعب ما بيتاثرش، هو بيبلغه لي كانه يلا ناكل حمام يعني عادي مفيش اي حاجه. فانا بتكلم في الجوك عن الموضوع دوت، فبقول ان هو يعني الموضوع ده بيبقى صعب لما بيبقى في حاجات صعبه زي الموت. وبقول ان هو ساعة عمي عمل ايه وساعة جدتي عمل ايه، اللي هو كان بيبلغني ان يعني ساعة عمي انا كنت في بروفة المسرح، فهو بيقول لي يا احمد فين طلبة انا في بروفة، قال لي تعالى على البيت يلا عشان عمك مات كده بهذه السهولة. انا بس دي جوك، والدي اتفرج على الجوك ديت في المسرح لايف وضحك، اتفرج عليها في البرنامج وضحك، ولاد عمي نفسهم اتفرجوا على الجوك دي في المسرح وفي البرنامج وضحكوا. فانت داخل تقول لي انت ليه بتهزق ابوك؟ يعني انا هزق ابويا ليه؟ يعني انا مش هزق ابويا، ابويا نفسه موافق على اللي بيحصل دوت، وانا مش بتريق على ابويا، انا بتكلم ان هو سمات شخصيته كده بالظبط. فهو في ناس ساعات بتبقى عامله فيها حامل حمى وانا حامل فضيله، وهي اللي هو يا معلم مش يعني انا ده اقل واحد بيقدم حاجه، ده انا على الابيض خالص يعني.
بس هو في ناس كده، بس انا ببقى متفاهم شويه لان الكيبورد احنا ثقافات مختلفه، والناس بتبقى زي ما انت بتقول كيبورد قاعد ورا شاشه مش عارف ممكن كلمته البسيطه دي تاذيك قد ايه. هو بيبقى شايف ان هو معاه باور بنت لذينه، اللي هو انا عندي حق دلوقتي ان انا اشتمك واعمل اللي انا عايزه، مع انه يعني الموضوع لا ابسط من كده. احنا جايين نهزر يعني، حتى بقعد اقول للناس لما الاقي حد مثلا داخل بيرخي وكده او حاجه بقول له معلم صباح الفل، احنا جايين نهزر، انا راجل بهزر. طب انت زي ما تقول كده الموهبه اهم صح؟ طيب في حد ممكن يدرس الفن الكوميدي ويبقى هو ده الشغل بتاعه، ولا شايفها ما بتدرس هي موهبه عند ربنا؟ يا ربنا مديك خفه الدم يا مش مديها لك، هي مش عافيه صح؟ هي مش عافيه طبعا. يعني هي مش عافيه ولكن كاكاديميا كدراسه لا، هو في دراسه يعني زي التمثيل الكوميدي هو ليه دراسات كتيره وفي ناس اساتذه كبار يعني بيعلمونا فيها. يعني ما كنتش اصلا ربنا مديني موهبه الدم الخفيف واروح ادرسها وتنفع معايا؟ يعني بصي هي على حسب، ممكن فعلا يكون مثلا حد في الاول ما كانش عنده الحته ديت، بس لما درس واشتغل على نفسه وحاول يطلع حاجات فبيكتشف في نفسه حته او فتح في نفسه حته جديده هو ما كانش عارف ان هي عنده. في اللي عنده الموهبه ده ربنا كرمه فلما بيروح مثلا يدرسها او يطورها فبتضرب معاه. في حد تاني لا، هو بيفضل يلوي دراعها وهي معلق، هي مش عندك يا معلم خلاص، يعني ماشي كرة يعني روح افتح محل بطاطس يعني اعمل اي حاجه تانية والله هي مش حتتك. بس في الاول وفي الاخر برضو بتبقى صعبه ان انت تقوليها بشكل مباشر عشان ممكن يتقال لك انت بقى بتتنك انت مش عارف ايه وبتاع، بس في الاخر حاول يا معلم ويلا بينا وادرس الموضوع لو انت شايف ان هيبقى فيه حاجه، لان ممكن يطلع فيه حاجه بس ممكن برضو لا. يعني هو برضو لازم يبقى عنده الادراك بتاع ان هي حتتي او مش حتتي. فهو متقبل الاثنين، لو هي حتتي فتمام صباح الفل، لو مش حتتي خلاص تمام يبقى برضه انا بقى يعني روح رياضيه عادي. طب احمد خلينا بقى نتكلم شويه على ستاند اب كوميدي وامتى بداته، وفي ناس اصلا لحد دلوقتي مش فاهمه ايه الفن ده، يعني مش فاهمه ايه اطل حد بيطلع. انا طبعا مش بتكلم عني، انا بتكلم عن وجهه نظر ناس في البيوت بتقول لك انا مش فاهم شخص بيطلع يمسك المايك ويقعد يقول مواقف في حياته وخلاص. ففهمنا الفن ده، وكمان قول لي انت بداته ازاي وامتى. انا بداته 2013 لما كنت لسه في السنه قبل الاخيره في الكليه. زي ما كنت بقول لك انا كنت عشان في مسرح الجامعه فكنت بتفرج على حاجات كتيره جدا، فكنت بتفرج على الستاند اب كوميدي كنوع من انواع المذاكره انه وكان برضو شديدني فكره انه ايه ده، يعني واحد طالع بشخصيته هو كشخص طالع بيضحك، مش كاركتر، مش في مشهد، مش معاه اي حاجه، هو المايك بس ومسرح. فكان شديدني جدا الفن وجربته بالصدفه ان احنا كنت انا في الكليه عندي كنت انا في اتحاد الطلبه وكنت عاملين انا وزمايلي اسره في الكليه، فكان عندنا زي مهرجان كبير كده عاملينه، فكانوا عايزين نعمل زي فقره كوميدي ولا حاجه، فقلنا خلاص بدل ما نحضر سكتش ونعمله ياخد وقت، فقلت لهم خلاص انا هعمل انا ستاند اب كوميدي وبتاع. وساعتها طلعت كده هزرت بكام حاجه كده فلقيت الموضوع لطيف. بعد ما اتخرجت كتبت اول ماتيريال هقوله، يعني كانت تقريبا حوالي 15 دقيقه او 20 دقيقه، وعملت حفله في كافيه كده جنب الكليه الناس صحابي، يعني كنا قاعدين 20 واحد اللي هو خلصنا انا خلصت الشو بتاعي تلت ساعه وقعدنا بعد كده كنا وعملنا يعني كعادي مفيش اي حاجه يعني. ولحد ما في اسره عندنا في الكليه كلموني ان هم كانوا عايزين يعملوا زي ندوه هيجيبوا حد بتاع تنميه بشريه وعايزين ان اجي اعمل ستاند اب كوميدي. فانا بالنسبه لي تمام بيتي يعني الكليه دي حبيبتنا يعني. فدي كانت يعتبر اول حفله رسميه ليا، كانت في المدرج الكبير عندنا كان بيشيل حوالي تقريبا 750 واحد. وانا كنت محضر ثلث ساعه بتاعتي واكتشفت وانا جوه في المدرج انا قاعد مستني دوري، اكتشفت ان تقريبا 750 دول مثلا منهم 650 واحد هم جايين عشاني، يعني هم مش جايين عشان التنميه البشريه، فضغط ابن لذينه. بس الحمد لله جربت لقيت الناس بتضحك، الناس بتضحك حلو جدا والفيدباك كويس. بعديها كان في مسابقه اسمها الكوميديان اتعملت، دي كانت عيله ليبياري كانوا عاملينها في مسرح جبل الريحاني، فدخلتها والحمد لله خدت فيها مركز اول ساعتها. وبعد كده عملت كذا حفله في كذا جامعه. بعد كده في 2016 سيد الصاوي عملوا مسابقه السنه الكوميدي الثانيه بتاعتهم والحمد لله خدت فيها برضو ساعتها مركز ثاني. وتوالد بقى بعد كده بقى ان انا بقيت بعمل حفلات في جامعات وبعمل حفلات في الساقيه وبقيت منظم برضه حفلات في الساقيه، يعني انا كنت بنظم الحفلات ان انا مثلا بجمع
كذا كوميديان ونعمل لاين اب لطيف ونطلع نعمل بتحضر لها بقى الستاند اب كوميدي، بتقعد تكتب لها تقول انا هقول الموقف الفلاني هقول كذا جدا هو اصلا الواحد لما بيخش في المود بتاع الستاند اب كوميدي او الستاند اب كوميديان ممكن تفتح منك عادي وتقعد تتكلم بقى براحتك وتطلع بره اللاينز اللي انت اصلا كنت حاططها لنفسك. ده كده طبعا في الشو ممكن مثلا حد يقول حاجه من الجمهور فهزر معاه على حاجه، ممكن مثلا تجي لي انا وانا واقف بتكلم في مثلا انا كاتبه فبقوله فلاقي في تاني اعلى جه في دماغي فراح قايله، فلو جمع الناس طب حلو خلاص يبقى ده هثبته. فهي وهو لما بتخش زي ما اقول لك في المود اللي هو بتاع الستاند اب كوميديان انت بتبقى عينك بتشوف الحاجات بطريقه شويه مختلفه. يعني مثلا دي ورده جوه باظه صغننه انا وانت شايفينها عادي، بس ممكن كان الستاند اب كوميديان يشوفها بطريقه ثانيه فيضحك عليها اللي هو انا كنت شايفها كده، يعني مع ان هي بالنسبه لك هي حاجه اعتياديه يعني بالظبط. وده برضو مع الخبره مع التجارب زي ما كنت بقول لك ان حفلات في الثانيه في الثالثه لحد ما وصلنا للمحطه اللي انا بعتبرها الاهم الحمد لله في حته السينما الكوميدي عندي، وهي لما اتجمعت انا والشباب وعملنا تيم ذا اليت عملناه في 2019 وكانت اول حفله لينا في شهر نوفمبر فبراير 2019 والحمد لله هو رابع سنه على التوالي والحمد لله يعني يمكن محققين نجاحات الحمد لله كتيره جدا. الحمد لله حفلاتنا كلها في مصر سولد اوت 1500 1600 واحد بيحضروا، وده طبعا بالنسبه لنا يعني كان زمان حلم لان زي ما انت قلتي ما كانش الناس فاهمه بس إيه الحمد لله لحد ما الناس بدات تفهم في اخر 3 4 سنين بالاكسبوجر اللي حاصل مننا ومن كل التيمات التانية اللي موجوده طبعا في المجال. فالناس بدات تفهم ان لا في ستاند اب كوميدي وان في ممكن ادفع تذكره مسرح عشان اخش اشوف واحد بس بيتكلم وبعديه واحد تاني يطلع يتكلم عن نفسه، بدا يبقى في تقبل شويه للموضوع. وخصوصا كمان مؤخرا لما بدات يبقى في بلاتفورمز بتعرض برامج ستاند اب كوميدي بتجيب ناس تدفع لهم فلوس عشان يطلعوا يقولوا ماتيريال بتاعهم فيتذاع، فبدات الناس تاخد لا ده الموضوع كويس. لان برضو زمان كانت الصدمه بتاعت الجمهور في انه ايه تقل الدم ده يعني او ايه اللي بيحصل ده، او مثلا حد جه حضر حفله دايما كده في ناس اللي هو ايه مثلا واحد وخطيبته هي اللي بتحب الستاند اب كوميدي فتعال احضر معايا ده حفله حلوه جدا فالحظ يحضر حفله يعني تبقى ضايعة خالص فيقول لها انت والستاند اب كوميدي انا مش جاي تاني اصلا يعني وخدي دبلتك وخدي دبلتك بالظبط. فالحمد لله مؤخرا الحمد لله بقت في حفلات كتيره جدا مش احنا بس، كل الناس بتعمل حفلات حلوه جدا بلاين ابز مختلفه وسولد اوت كتيره جدا، فبدات الناس تاخد فكره ان لا الحمد لله في ستاند اب كوميدي حلو. وزي ما قلت لك انا ممتن جدا للقطه ان انا دلوقتي مع الشباب واحنا في تيم ذا اليت، ويعني بتمنى الخير طبعا لينا ولكل الناس يعني في المجال. طيب عايزاك بقى تكلمني على 9 شارع عدلي والحزب الكوميدي وكل يعني كل حاجه كده تقول لي عنها شويه تفاصيل. 9 شارع عدلي دي كانت تجربه من حد ستاند اب كوميديان زميلنا كان اسمه احمد حسام. هو كان حابب ان هو يعمل زي كوميدي كلوب وكانت التجربه في الاول ناجحه جدا، بس مع ظروف ان هو المكان ما كانش كوميدي كلوب بس كان بيقدم حاجات تانية فظروف ماديه فاختلافات فمش عارف ايه، فللاسف المكان اتقفل. ولكن كانت التجربه كانت يعني تبدو ان هي كانت هتبقى ناجحه وكويسه جدا لو كانت كملت وكان في سبورت كويس جدا من كل ستاند اب كوميديانز اللي كانوا موجودين، وحصل كذا حفله هناك ناجحه الحمد لله. ولكن بس هي الظروف الماديه لما بتخش بتبقى الدنيا مش احسن حاجه. الحزب الكوميدي طبعا الحزب الكوميدي من اقدم البلاتفورمز الموجوده يمكن او الاقدم، هو اول حاجه اتعملت عملها طبعا هاشم الجرحي صديقي واخويا تقريبا اتاسسوا تقريبا لو انا مش غلطان في 2012 تقريبا وهم كانوا من البلاتفورمز اللي فتحوا اماكن كتيره في السين بتاع الستاند اب كوميدي، ان هم دخلوا هم اول ناس عملوا فيها ستاند اب كوميدي وطبعا من البلاتفورمز محترمه جدا وفي ناس عظيمه جدا من المؤسسين بتوعه مثلا زي مينا سليم وليد خيري عمر كنتاكي كل الناس ديت من الناس الكويسه، وطبعا هاشم هو المؤسس نفسه بتاع الموضوع ف يعني بيشكر جدا على ان هو فتح لنا اماكن كتيره يتعمل فيها ستاند اب كوميدي الصراحه يعني. طيب كلنا بشر أكيد كلنا بنضغط وكلنا بنتخنق وكلنا بنبقى مش يعني اوقات كده مش قادرين نتكلم مع حد، عندك حفله النهارده وانت في اي ظرف مضايقك منكد عليك اي حاجه حصلت معاك لا قدر الله، بيحصل ايه بقى في الوقت ده؟ انا طالع اقول كوميدي، انا طالع بقى ارسم البهجه على الناس وانا عايز اللي يرسم لي بهجتي. طبعا تعملها ازاي؟ بص انا هقول لك على حاجه يمكن ناس كتير ما بتبقاش متخيله ده، بس ده بجد انا احلى حفلات عملتها في حياتي وانا عندي كوارث بره.
هي بتبقى باور عكس خالص. مبدئيا كده مثلا قاعده، يعني اي كوميديان، مش احنا بس في مصر، حاجه حتى جلوبال معروفه، يعني اي كوميديان هو دايما عنده مشاكل، ان هو ما عندوش مشاكل مش هيضحك، يعني دي قاعده. يعني هو احنا لو ما عندناش مشاكل مش هنعرف نضحك يعني. ففي اوقات كتيره طبعا جدا. انا افتكر كان في حفله، يعني افتكرها بالتحديد، يعني في 2017 كانت عندي حفله في الساقيه، وكنت نازل من البيت، البيت مش بيولع، البيت خلاص فاضل لهم 5 دقايق ويفجروا بعض كلهم في البيت عندي، فانا لازم انزل خلاص عندي حفله وبتاع، ونازل فعلا في مود انا يعني انا ضايع، انا مش مركز حتى. بس وانس انا طلعت المسرح، مسكت المايك وطلعت المسرح، دي تقريبا انا مصنف الحفله دي مثلا من احلى 3 حفلات انا عملتها في حياتي لحد دلوقتي. هي بتبقى طاقه بتطلع، انه لا انا مجرد بس ما بدخل طالع كده على السلم وخلاص طالع على المسرح، انا بفصل، انا اي حاجه بتحصل في العالم الخارجي دلوقتي هي خارجه عني تماما خالص. انا في ربع ساعه دلوقتي وفي جمهور، عندي مسؤوليه ان انا اضحكهم، وعندي مسؤوليه ان انا، لان عايز اقول لك حاجه، احنا بالنسبه لنا مثلا اللقطه دي هي ممكن تهون عليا اليوم، فكره ان انا بشوف بس ان الناس مبتسمه وبتضحك، السكسيه اللي في الاخر ان انت عملت شغلك صح، انت شاطر، ده بيهون اليوم كله. يعني لو في مصايب بتحصل، مجرد بس ما انت خليت الناس مبسوطه، ده بالنسبه لي تمام. نتكلم على التعاون بقى اللي كان بينك وبين نجم الكوميديا طبعا اكرم حسني، ده في حته تانيه طبعا. انك شاركت معاه في كتابه سكتشات مكتوبه عليا، كان الاجواء عامله ازاي؟ كانت الكواليس عامله ازاي؟ الكتابات كنتوا بتحضروها مع بعض؟ كان في تعديلات مثلا بيحب يعدلها؟ بص، هو مسلسل مكتوب عليا كان بالنسبه لنا تحدي، هو كانت البدايه طبعا المؤلف بتاع مسلسل ايهاب ليبل اخويا الكبير طبعا، كان صديقي واخويا برده جاويش، كان معانا في الورشه، كان هو اللي رشحني، هو كان دخل قبلي الورشه مع ايهاب ليبل، وكان ايهاب عايزين حد كمان، فقال له في احمد خيري، كنت انا اشتغلت مع جاويش في ونسني مع بعض، وكان في كيمستري ما بيننا في الكتابه حلوه قوي. فجاويش طبعا هو احد الناس اللي كاتبه السفاره بتاع رمضان اللي فات، فهو حد من الناس اللي تقال جدا يعني. فدخلنا احنا ثلاثه والكلام ده مكتوب عليا، برضو نفس الحته بتاعت استاذ احمد امين، فبرضو اكرم حسني جاي برضو من سيد ابو حفيظه، جاي برضو من حته اللي هو عمل كل حاجه في سيد ابو حفيظه. خلي بالك هو كمان بيحب يكتشف شباب، ده حقيقي جدا يعني. حتى في المسلسل نفسه، في المسلسل نفسه اصلا كان جايب برضو مع محمود السيسي اللي هو الانفلونسر، كان جايبه طالع معاه في دور من الادوار يعني. هو بيحب الحته دي جدا، وهو صراحه كان مشجع جدا يعني. يمكن احنا قعدنا معاه مرتين بسبب ضغط التصوير، لان كان حصل ان هو كان بيصوروا، كان لسه الاجراءات الاحترازيه بتاعت الكورونا، فما كانش كل الناس تعرف تحضر، وكنا مش بنشوفهم كتير، بس المرتين اللي قعدنا معاهم فيهم انا استفدت جدا يعني. حد بيقول كومنتات على الحلقه فاليد، مش مجرد اللي هو النجم العمل فانا بقول كومنتات وخلاص. وكان في تحدي، كان في تحدي انه كان ساعتها اكرم كان واخد اجازه شويه، كان مريح، ما كانش عامل حاجات كتير، ما كانش ليه لا مسلسل ولا فيلم، كان واخد راحه، فدي العوده بتاعته. وعوده لوحده كمان يعني، حتى مش بطوله مشتركه مع حد، هو راجع بطوله زي ما بيقولوا. فاحنا خدنا الفايب بتاعت انه لا يلا عايزين نعمل حاجه تكسر الدنيا. وفي ناس برضه اتحمسنا ساعتها برضه لما عرفنا ان الكبير نازل. فمنافسه، انت بتنافسي برضو مع مسلسل كبير ميكي وحاجه برضو وتيم تاني خالص بقى، ولا ومسلسل عامل 5 اجزاء كلهم مكسرين الدنيا يعني. فكان الصراحه كانت تجربه حلوه جدا، كانت تجربه حلوه كل يعني بكل الحلو والوحش اللي فيها، بالشد والجذب اللي حاصل وبالتعديلات وبالروح وبنيجي. وكان بالنسبه لي تجربه ممتعه بقى على مستوى الشخص انا في البيت، وهو ان انا غصب عني باخد الفيدباك وانا قاعد. يعني هم صعب جدا، بيتفرجوا على الحلقه بعد الفطار، وانا من النوع ما بحب يعني انا مثلا لو هفرجك على فيديو ليا، انا هديك الموبايل واطلع بره الاستوديو اصلا لحد ما تخلصي وتقولي لي تعالى، واقول لك بقى اخد منك فيدباك، عمري ما هقعد اتفرج عليكي وانت بتتفرجي على حاجه. فبالنسبه لي لا، هم كانوا عايزين على عكس شغلك اصلا، انت بتشتغل مسرح، بس تاخد الفيدباك وش ده تمام، بس هتفرج على حاجه لا انا بعدين بقى نتكلم فيها. فهم كانوا عندنا اصرار تقعد تتفرج معانا على الحلقه، وانا برضو في حته جوايا انا كده هتفرج على الحلقه بالليل، ما انا عايز اتفرج عليها عشان اعرف ايه اللي حصل. بس هو بقى الفكره بقى في انه كان في مثلا بعض الحلقات بيبقى مثلا انا كاتبها مثلا كلها، او جاويش كاتبها كلها، او في حاجات بيبقى احنا مع بعض. في الحلقات اللي انا كاتبها كلها ما كنتش بقول لهم ان انا كاتبها كلها،
غير لما يتفرجوا غير لما يتفرجوا فباخد الفيدباك انه تمام زي الفل. طب يا جماعه ايه رايكم؟ ولو برضو حلقه برضو حلوه عجبتهم جدا بتاع قال لهم لا دي جويش اللي كاتبها مش دي هاب بقى هو اللي عملها وبتاع. وطبعا مش قصدي ان يعني مش قصدي ان احنا كل حد بيكتب لوحده، لا احنا كنا كورشه بنكتب بنطلع الحاجه مع بعض يعني. حتى لو انا مثلا كتبت حلقه لوحدي فجويش بياخدها برضو يظبط فيها حاجات. طبعا هاب طبعا هو الهيد رايتر فهو اللي بيقفل الدنيا وبياخد التعديلات وبيظبطها وبتاع. فهي كانت ورشه متكامله يعني اللي هو عامل زي الكوره كده زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه 1 2 اللي هو بنباصي هنا بنروح هنا بنعدل مع بعض نقعد ننزل قاعده كده نقعد نعمل تتابع ثلاث حلقات واحنا قاعدين اللي هو احنا عارفين ثلاث حلقات دول هيحصل فيهم ايه خلاص كده. فكانت الدنيا ماشيه بكيمستري كده حلوه جدا جدا جدا. وانا يعني انا شخصيا اتمنى التجربه دي تتعاد تاني حتى لو مش مكتوب عليا يعني. اتمنى ان اشتغل مع ايهاب وجويش طبعا تاني يعني. احمد اتكلمنا كده تقريبا على كل الحاجات، عايزين بقى نفك بقى شويه ونلعب مع بعض. يلا بينا. ايه رايك اختبرك في شويه العاب؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا نبتدي معانا بقى اول لعبه وهنشوف بقى هنا على سكرين الاختلافات. هجيب لك صورتين طلع لي منهم الاختلافات. ماشي. شوف قوه ملاحظتك. ماشي. انا حاسه ان هي صعبه سيكا. لا ليه ماشي. اول حاجه الايد على اليمين في الجار اللي فيها الدهب. برافو. ماشي. احنا عايزين ثلاثة بقى. ثلاثة ماشي. عمال ايه بقى باخد سكان كده بس ايه؟ اعمل لها سكرين شوت في دماغك. انا بعمل كده بعمل سكان عشان اعرف. والبورنيطة. برافو. دي تاني واحدة. تالت واحدة دي اللي هي دايما ما بتتجابش اللي هي بتبقى حاجة واضحة قوي. لا 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 انت شاطر. فلا انا كده واثقة فيك. انا لقيتها قبلك. لقيتها قبلك. على فكرة ما بيبقاش معايا الإجابات، أنا لقيتها قبلك. ما بحاول أشوف أصل يعني كل حاجة ماشي. يا شباب التايم إيه؟ بحاول أبص على الحاجات اللي هي بقى صوابع بقى ناقصة وحاجات كده اللي هي دور دور. الوقت خلص. ماشي. يلا نشوف الإجابات. الله عليا. رفيع وتخين. ماشي ماشي. لا بس شاطر برافو. ماشي. يلا نلعب لعبه تانية. بيقول لك بقى دي فزوره. انا فاشل في الفوازير جدا والله العظيم فاشل قوي والله العظيم. وانا كمان لولا عرفت الاجابه والله. انا بكتب عندك. له ابهام واربع اصابع وليس اليد فما هو؟ ترارارا. الحاجات دي بقى اللي هو يعني ما بقى افكر بقى ممكن تبقى الاجابه هنا فاهمة بس انا رحت هناك خالص بقى. له ابهام. الاجابه هنا فعلا. له ابهام واربع اصابع وليس اليد فما هو؟ له ابهام ولا ده مش ده الابهام؟ هو ده هو. واربع صوابع. واربع صوابع ما هم دول. فما هو؟ الحاجات دي بتشكل في قدراتي. 3-2-1 خلص الوقت. هتطلع الاجابه ولا اقول لك الاجابه؟ انا هيصدمني اكتر. طيب قولي لي. الجلوفز. طب ما منطقي والله. شفتي والله يعني لو فكرت فيها والله صح والله. ما جوانتي يعني ما عادي ما صح والله صح. احمد انت نورتنا. ربنا يخليك والله. ان شاء الله دايما مكسر الدنيا بفيديوهاتك وبمسلسلاتك واعلاناتك وكل حاجه تعملها. لان دايما اللي بيشتغل حاجه هو بيحبها بيبدع فيها وبيطور طبعا منها ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. يا رب يا رب. نورت. عيش سعيد. ربنا يخليك. ميرسي جدا يا رب. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. استنونا. ولسه مكملين معاك وحلقتنا اللي فيها نجوم من السوشيال ميديا. والنجمنا اللي معانا دلوقتي نجم مختلف لانه هو مش بس صانع محتوى على السوشيال ميديا، هو كمان مخرج وليه اعمال كتير حلوه وكمان ليه مشاركات على السوشيال ميديا.
خليني على طول أبدأ معاه وأرحب بيه معانا المخرج المبدع وصانع المحتوى سامح سند. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. منور عيش سعيد ومنور إي تي سي. والله أنا اتشرفت جدا يعني. طيب خلينا نبتدي من البداية، حضرتك بدأت شغل على السوشيال ميديا إمتى؟ وفي الأساس حضرتك مخرج يعني بادئ شغلك في الميديا من قبل حتى ما تبتدي تتعامل مع بلاتفورمز وفيسبوك وإنستجرام وكده، صح؟ مظبوط. بص أنا أصلا من شغال في الميديا من أكتر من 25 سنة تقريبا، وال 25 سنة دول كنت مهتم جدا بفكرة الوثائقيات يعني إنتاج الوثائق، بس في مصر السوق بتاعه ما كانش كتير يعني. وبعدين 2017 انا يعني خلاص شفت انه السوشيال ميديا او الاونلاين بشكل عام هو اللي هيبقى مسيطر على مجال الميديا بشكل عام. فانا بحب فكرة الوثائقي، فقلت خلاص ادمج الاتنين ببعض وابدأ اقدم القصص الغريبة او القضايا الغريبة او الموضوعات الغريبة في شكل قصة وثائقية، كأنك بتوثق الجريمة او بتوثق الاحداث الغريبة سواء في مصر او في العالم العربي او على مستوى العالم بشكل عام. وبدأتها الاول بموضوعات بتبدأ تقيس رد فعل الناس، ممكن تعمل حاجة فتحس ان الناس مش حباها فتبدأ تغير الطريقة تغير الاسلوب. ف 2017 انا بدأت، 2020 بدأت اكون خلاص محدد شكل الكونتنت اللي انت هتقدمه للناس. من 2020 بقى لحد النهاردة انا مستمر في تقديم قصص غريبة او حكايات غريبة او جرائم غريبة، بس لازم يكون وراها حاجة يعني حاجة تستحق انك تعمل انا حلقة. يعني في حاجات جرائم كتير جدا ما يعني مجرد جريمة يعني حد قتل حد او جريمة عادية وبتاع، لا اكتشفت انه مجال تحديدا الطب الشرعي يعني يعني مليان تفاصيل كتير جدا بيخليك تفهم حاجات كمان عن ازاي بيتم اكتشاف الجرائم دي، حتى لو المجرم ده عمل تفاصيل كتير وخبى احداثه وحاول ما يظهرش نفسه او ما يسيبش دليل او بتاع، اكتشفت انه ادق التفاصيل واصغر التفاصيل بتفرق جدا في الفكره دي. فقررت ان ابدا بالموضوعات اللي هي غريبة، يعني فكرة ان المجرم نفسه عمل حاجة غريبة عشان ينفذ الجريمة دي بالظبط. فبس وبدأت اقدم بقى المحتوى ده بطريقة مختلفة على البلاتفورم المختلفة يعني الفيسبوك يوتيوب وتيك توك طبعا، بس لقيت الناس حبت الفكرة دي فاستمرت فيها يعني. طب حضرتك كنت بتأكد من المعلومات ازاي اللي بتبقى موجودة في الافلام؟ يعني مصادر مختلفة يعني طبعا ليا مجموعه من الصحفيين في المجال الحوادث تحريبا تحديدا او في القضايا، غير طبعا بقى انك بتدخل على مصادر مختلفه للحدث نفسه. واحب اسمع من كل الاطراف يعني، مش باخد الاتجاه اللي كان الراي العام رايح له يعني. احيانا كتير جدا قضايا كتير بيبقى الراي العام في اتجاه معين او عايز حاجه معينه، وبعد التحقيقات او بعد ما بتظهر تفاصيل بتكتشف انه لا، انه الموضوع مش كده خالص يعني، او ما بيتقاس بنفس الطريقه الناس العاديه بتفكر فيها يعني. رجال القانون او رجال الامن او الطب الشرعي او المعمل الجنائي ما بيفكرش بنفس تفكير الشخص العادي اللي هو اكيد طبعا هم بيبقى عندهم حاجات وادله جدا جدا، حتى ما بي ما تخش بيبقى فيها سنس ولا بيبقى فيها ان لا انا حاسس ان هو بريء. في حاجة يعني مثلا شفتها كتير او صادفتها كتير في قضايا ليها علاقة بالحس الامني يعني. في الاخر رجل الامن من كتر ما بكتب قصص شبه القصص دي او بقدم قصص فيها اجرام، رجل الامن بيبقى عنده حس امني يعني، بيقدر بمنتهى البساطة يحس انه في ان الراجل ده ورا حاجة. بس لا انا اكتشفت مثلا يعني مثلا في حاجات اول مره اسمع عنها، ان حاجه اسمها علم الحشرات الجنائيه دي وما كنتش فاهمها يعني هي عباره عن ايه، وقعدت سيرش وراها كتير قوي. لما بتسمع حاجه غريبه بتدور وراها جدا جدا، لانه انا اكتشفت مثلا انه علم الحشرات الجنائيه ده علم كبير جدا ومن خلاله بيتم اكتشاف جرائم كتير قوي.
لا انا نفسي اعرف اي هنت عنه. يعني مثلا علمي كبير بس انا الكلمه شدتني قوي جدا، يعني انه على سبيل المثال انه في انواع معينه من الحشرات بتعيش في بيئه معينه ومثلا بتتجمع حوالين الجثه مثلا وبتسيب بويضات مثلا، تمام؟ فمن خلال البحث او المعمل الجنائي بيكتشفوا انه الحشره دي ما عايشه في المنطقه الفلانيه، فبيبدا يعرف والله هي ان الجثه دي اتقتلت في مكان في نفس المكان ده ولا اتقتلت في مكان تاني. شحنات مخدرات كتير قوي تم اكتشافها عالميا عن طريق حشرات ميته جوه الشحن. فمثلا العنكبوت ده مثلا مش متواجد في البلد دي، غير في بلد معين، بلد تانية، فبيبداوا يعرفوا هو منين بيجي، يعني منين جت الشحنه دي. فلقيت الموضوع كبير جدا. من ضمن نفس موضوع الحشرات الجنائيه دي مثلا فكره ان شخص ممكن يتوفى في ارض زراعيه مثلا والجاني عشان يخفي حاجه معينه فينقله في مكان تاني، تمام؟ الحشرات اللي هنا غير اللي هنا، وبسبب الكشف عن البويضات او اليرقات دي الامن بيبدا يفهم كويس قوي هو اتقتل هنا ولا كان في مكان تاني واتنقل بعد كده المكان ده. فانا كنت فاكرها تفصيله بسيطه وما كنتش متخيلها موضوع كبير فعلا جدا جدا يعني. فبدات بقى ايه اجيب القضايا او يعني بشتغل كمان على القضايا اللي الحته دي كان او الجزئيه بتاعت الحشرات الجنائيه كانت سبب رئيسي في اكتشافها. طب تفتكر اول فيديو عملته 2017 ما كانش له علاقه خالص بالجرايم خالص، كان مجرد دردشه عاديه بنقل فيها خبره في الميديا او في الاخراج او كده، وكنت تحديدا كان في المونتاج يعني، ولقيت ان في رد فعل كويس. بس انا اصلا بحب الوثائقي فكنت عايز اغير المحتوى ده. قعدت فيه شويه، قعدت مثلا بقدم نفس المضمون ده 3 شهور تقريبا او 6 شهور، وبعدين غيرت الفكره نقدم قصص غريبه. طب واول بقى فيديو وثائقي وفي قصه غريبه كان رد فعل الناس ازاي؟ في حد مثلا دخل قال لك لا انا مش مصدقك، المعلومات دي مغلوطه؟ كتير يعني اكيد شفت برضه كتير. بص انا السوشيال ميديا علمتني حاجتين مهمين قوي. اولا انه مفيش حد هيجتمع عليك خالص يعني في الحياه بشكل ولا عام، ولا سوشيال ميديا ولا تلفزيون في كله يعني، ولا حتى ممثل ولا خالص اي حاجه. يعني ممكن تبقي مذاكره جدا الموضوع ومقدماه بطريقه حلوه قوي وتعبانه فيه بجد، في مجهود حصل، وتلاقي حد قاعد على السرير بيسكرول ويكتب راي حتى مش نقد بناء. يعني ما عنديش مشكله انك انقدني نقد بناء، قول لي ده كذا او المفروض كان يتعمل بالطريقه الفلانيه، لكن الاغلبيه العظمى مش بي يعني لا، وفي مش ناس مدركين. توصل لدرجه الغلط كمان يعني، في ناس لا دول كتير دول كتير. هو الطبيعي يعني انا اول فيديو عملته انا لا كان رد فعل عليه كويس، ما كانش رد فعل عليه وحش، بس بعد كده بقى اتعودت خلاص يعني. ايه بقيت اشوف مثلا حد يقول لي انت مألف القضيه دي، تمام؟ مع انه لو خد 4 ثواني وكتب على جوجل بس اللي هو عنوان القضيه دي هيلاقي ليها مصادر كتير، بس هو مش عايز يبذل مجهود يعني، هو عايز الحاجه تجيله زي ما هي وتقعد تحلف له في اول الفيديو انها حقيقه وتحلف له في اخر الفيديو انها ده كتير يعني، ده كتير وده العادي يعني. بعد كده ما بقيت لا ما تبصش خالص لاي نقد هدام او نقد مش موضوعي يعني، هو كلامه خلاص ما تبصلوش خالص. يا اما نقد هيضيف وهيغير الشكل او الطريقه اللي بتعمل بيها، يا اما ما تهتمش يعني ما تبصش فيه خالص. طيب المخرج سامح سند عنده توليفه كده معينه بيعملها بيخلي الشخص اللي مفروض عايز كل حاجه سريعه وتجيله تيك اواي وتجيله المعلومه كده في ثانيه يخليه يقدر يتفرج على الفيديو اللي ممكن يوصل مدته ال10 دقايق، وتشز دي حاجه صعبه جدا جدا في السوشيال ميديا، ان انت تقنع حد ان هو لاسباب كتير قوي ان هو يقعد ياخد من وقته 10 دقايق ومن الداتا ومن حاجات كتير طبعاً قوي طبعاً ان هو يتفرج على الفيديو كامل
من غير ما يمل، من غير ما يقطع الفرجة في نصه ويقول لك لا أنا مش مصدق، أنت عملت التوليفة دي إزاي؟ طيب أنا أقول لك، هي البداية أن أنت بتختار أنك تقدم القضية في شكل قصة. فلازم الأول أكون الشخص اللي هيقول القصة دي عنده الملكة والموهبة بتاعت الستوري تيلينج، يعني هو مش أي حد بيعرف يقول الحكاية. رقم اتنين، ان لازم ان يعني انا عشان اقدم لك قصه لازم تبقي فاهمه مين الشخصيات، تاريخهم ايه، الزمان والمكان لو كنا بندرسه في الميديا بشكل عام. لازم تجاوب للناس على الاسئله دي علشان يعيشوا معاك الحاله بتاعت القصه دي. رقم اتنين، انك ما تحطش الحشو. يعني احنا انا من ضمن الدراسه بتاعتنا يعني السيناريو. فالسيناريو مش لازم اقعد اشرح لك كل حاجه بالتفصيل، لازم اسيب مساحه ليكي تتخيلي او تعيشي الموضوع. يعني امثله كتير على موضوع السيناريو ده، اللي هو ازاي انا بشرح لك اللي حصل واسيب لك جزء انت تتوقعه، مش لازم اقعد اشرح لك حصل ايه. الملل دايما بيجي من الحشو اللي مش مفيد. حاجه مش مفيده، حاجه لو اتشالت مش هتأثر في مضمون القصة فما تحطهاش. اللي خلاني بقى اعمل فيديو اطول انه الناس بقت تسألني في التعليقات كتير على التفاصيل. زيادة؟ محتاج تفاصيل اكتر، محتاج يفهم اكتر ده حصل ازاي. فجأة لقيت نفسي بدأت اعمل فيديو كان تقريبا 7 دقايق، وبعدين لقيت الناس لا عايزة مدة اطول، فكان الخوف بقى ان المدة الاطول دي هتبقى حشو. فازاي ما تبقاش حشو؟ فلازم تدور جوه تفاصيل مفيده جدا، لو ما اتحطتش في القصه هتحس ان في خلل، تحس ان في مشكله. طيب عايزه اسال حضرتك بقى، التفاصيل الكتير دي اكيد وراها بحث. طبعا البحث ده بياخد منك وقت قد ايه؟ وهل انت بتشتغل لوحدك ولا معاك تيم للبحث؟ لا في تيم طبعا شغال معايا، او شغالين كتيم مع يعني احنا مع بعض. عنده طبعا محترف جدا وعارف يعني حتى يدور على القضية ازاي، اللي هي ما في قضايا كتير موجودة ده ازاي. وفي كمان انك اختيار القضية بيكون حضرتك اللي بتختارها؟ أنا بختار لا أنا بختار القضية لأني لازم أكون مقتنع بيها. يعني أنا من كام يوم قريب كنا عارضين قضية لطفلة اسمها زينة. القضية دي من 2013، قضية رأي عام واتفتحت واتقفلت والموضوع خلص خلاص. بس أنا كان لافت انتباهي رد فعل المتهمين. ده مش طبيعي، ده مش إنسان طبيعي. هو أغلب القضايا اللي عرضتها اتأكدت إنه المجرم أو الشخص اللي بينفذ الجريمة دي مش إنسان طبيعي، مش إنسان سوي. لا يمكن، لما تدور على الهيستوري بتاعه هتلاقيه أصلا من البداية هو مش إنسان سوي. هو كان عنده سعادة، عكس بقى الشخص اللي هو جريمته نتيجة صدفة، يعني هو كان بيتخانق مع حد فارتكب جريمة دلوقتي. لكن أنا بتكلم على الشخص اللي بيخطط، ودي دي الموضوعات بتاعتنا اللي أنا بجيبها دايما في الحلقات في الفيديوهات. لازم شخص يكون بيخطط مش صدفة. مش قعدت اتنرفزت على حد فارتكبت مشكلة، لا يعني زي ما بيسموها في القانون سبق إصرار وترصد. طبعا السبق الإصرار والترصد ده بقى صعب يجي من شخص سوي. صعب، يعني غالبا لما بدور ورا الشخص ده في تاريخه هتلاقيه في مليون في مرض أو حاجة. مليون في المية. البيئة اللي طالع منها مش متزنة. البيت نفسه مش متزن. عاش تجارب وهو صغير قريبة ليها، يعني شبه كده. لكن صعب يكون شخص طبيعي وعايش متزن طبيعي كده ويخطط ان هو يعمل جريمة. لا يمكن. معينة لا يمكن. ممكن شخص طبيعي فيرتكب جريمة وقتية دلوقتي لحظة غضب، وده مش بجيبه يعني لانه ما فيهوش تخطيط. لكن في ناس لا، ده في عائلات، يعني انا وانا بنعمل سير لنا عائلات بتورث الجريمة اصلا، مش مسألة يعني هو عندهم يعني انا المفروض بحضر زي الطار مثلا. مش بس كده يعني، طبعا الطار ده بيبقى زي اللي هو واخد بطاري والكلام ده. لكن لا اقصد يعني ايه بيخطط، ان في عائلات متخصصه في سرقه العربيات مثلا.
طول عمرها بس هي بتسرق عربيات. والله. فتلاقيهم عندهم خبره كبيره ازاي بيسرق وازاي بيخبي وازاي بيبيع، يعني عيله بتورث الجريمه دي. في عيله مثلا مشهوره اسمهم يضحك جدا، هنعمل عنهم حلقه قريب، اسمهم عيله فرخه مثلا. العيله دي والله عيله ده اسمهم يضحك جدا. العيله دي متخصصه في قضايا اسمها تتبع البنوك بس من الستينات. هم بس هي دي قضيتهم، هي دي التخصص بتاعهم. هم متخصصين في ازاي يشوفوا شخص داخل البنك، ازاي يتتبعوه عشان يسرقوا الحاجه اللي هو خارج منها من الفلوس يعني. فالطريقه بتاعه تنفيذ الجريمه ابداع مش طبيعي، يعني ابداع مش سهل. فكره ان احنا سته، فالسته دول ادوار واضحه. لو حاجه صغيره جدا في يوم تنفيذ السرقه ما حصلتش، الموضوع كله بتلغي. نسبه المغامره ما دارسين ناس درس ومورثين بقى النوع ده من الجريمه للعيله، يعني العيله طالعه كلها تشتغل نفس الفكره، ناس يعني مورثين الجريمه دي. طب حضرتك الحاجات الكتير والجرائم الكتير اللي شفتها وصورت لها فيديوهات وعملت لها وثقتها بافلام وثائقيه قصيره، يعني ما بتاثرش عليك انت نفسيا؟ جدا جدا. وبقيت بقيت اعذر اللي شغال في المجال الامني او في القضائي انه ما بيتعاملش بالعاطفه. لاني اكتشفت انه معظم الجرائم اللي جبناها وقدمناها في شكل قصص، ان المتهم هو ابعد شخص تتوقعيه، واكتر شخص قريب منك، واكتر شخص كان واقف ساعه الجريمه ما حصلت او بعد ما الموضوع ما خلص كان واقف مستبعد زعلان وماشي مع الاهالي في العزاء وبيحضر. يعني اكتر القضايا اللي جبناها ان الشخص ده مستبعد تماما. واكتشفت بعد كده انه معظم الجرائم اللي من النوع ده اللي هي فيها قتل مثلا تحديدا، انه الامن بيشك في اقرب الناس الاول. مش عشان هو عايز اشك فيك، هو لانه الواقع ده المعتاد، انه اقرب الناس ليك. فبقيت احس انه اي تصرف بيحصل حواليك ورا تفصيله، ورا حاجه، ورا، وده طبعا مرهق، عايشك في شك، مرهق جدا. انا لو سايق العربيه وحد ورايا لقيته مستمر ورايا شويه، ابدا دماغي بقى تفكر وتفتكر الجريمه اللي صورتها في وقت كذا، بقى اقول بقى يعني مش ما تفكرش كده. بس هي حقيقي كتر انك تقرا، ومع ده انت لسه برضو بتعمل نفس الحاجه. بس بحبه يعني، انا بحب المحتوى ده. والنقطه دي برضو يعني عايز اقولها لاي حد بيفكر ان هو يبقى يقدم محتوى، او يعني الاول لازم تحب اللي انت بتقدمه فعلا. مفيش حاجه اسمها ان انا هدخل اعمل فيديو هنجح، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تكون بتحب اللي انت بتعمله، لازم تكون مؤمن باللي انت بتعمله وبتذاكره كويس، يعني مديله حقه. انت بتشتغل على القضايا بعد ما القضاء بيقول كلمته مش قبل؟ بعد ما كل الجوانب تكتمل والقضية تتقفل، تتقفل تماما، ابدا نكتب القصة بتاعت الجريمة دي بشكل مكتمل من كل الاراء. ما بعتمدش على الاراء اللي هي اللي كانت مع او ضد، لا كله. وتاخد الحاجة اللي انت مقتنع تماما من تحقيقات ومن الكلام انه ده الصح. مقتنع تماما يعني انت ممكن تقول وجهة نظرك؟ لا يمكن. طيب حاجه كمان، ان حضرتك قلت نكتب، انت بتكتب لوحدك ولا في تيم برضه بيكتب؟ لا انا معايا تيم بنكتب بنكتب الموضوعات، بس يعني متفقين على ستايل واحد. يعني لو في 10 بيكتبوا كانهم واحد. طيب سؤال كمان، هل حصل انك ناقشت جريمه او وثقتها في فيلم وثائقي من الافلام القصيره وحد من اهل اصحاب الجريمه تواصل معاك وقال لك لا الكلام ده غلط انت؟ كتير 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 جدا. اعرض انت ظالم، اللي ده مش مجرم، ده مظلوم. كتير قوي يعني، ابسط الامور مثلا قضيه قريبه خالص، واحده قضيه غريبه يعني، واحده قتلت جوزها بالسم، تمام،
وكانت محضره ازايز مولوتوف البنزين تمام، خمس ازايز، حطت اربعه في الدولاب وطلعت واحده بعد ما سميته ده لقيتها عليه ولعت في الاوضه وقفلت الباب الاوضه وشالت الاكره من جوه عشان ما يعرفش يفتح الباب وسابت النار وعملت انفجار وحيطه الاوضه نفسها وقعت تمام، مات بقى الاربعه اللي في الدولاب. انفجار اربع قنابل سايبهم له في الاوضه تنتقم منه عشان كانت شاكه انه يعني يعرف واحده عليه، فده شكل الانتقام. فالناس بقى بعت إيه حرام عليك يعني حرام عليك ايه دي ولعته وفجرته وحرقته يعني ما سابتش حاجه. وبرده دي موثقه يعني مش انا اللي كاتبها يعني، هي خدت حكم اعدام يعني، بس الفكره اقصد ازاي تفكر كده. والفكره اهلها ولا ناس بتكتب اهلها وناس عادي. اهلها وناس وهي مش سمته اليوم ده، دي خمس شهور بتسمه، هو شغال في القاهره وبيرجع البلد بتاعته كل ما يرجع ويك اند تحط له شويه سم صغيرين ما يجيبش النتيجه. لا هي مش عايزه يجيب، هي عايزه يفضل ان في الم في المعده ان طول الوقت عنده الم في المعده طول الوقت، فالناس اللي حواليه يشوفوا انه عنده مشكله في المعده وخلاص لحد ما السم يجيب مفوق. لما لقيته انه ما عملش حاجه بعد خمس شهور لقيته انه ما عملش حاجه هتزود شويه قامت فجرته. فيعني لا يعني ما مش كده. طيب ايه اكتر قضيه مش قادر تنساها لحد دلوقتي؟ في قضيه فراس ده طفل مصري بس قضيته كلها تمت في البحرين مش في مصر اصلا. ما هي مش كمان مش قضيه ما حدش ارتكب فيه قضيه. هو تم اتهام صيدلي يعني، هو الولد كان بيلعب عادي خالص وقصة مؤثرة جدا يعني، هو الولد كان بيلعب عادي خالص وراح اختفى ملوش وجود، يدوروا عليه مفيش وجود، عدى اربع ايام مش لاقينه، وبعدين بالصدفة صيدلي فاتح صيدلية بعيد عن البيت بشوية يعني شامم ريحة وحشة جدا يعني، ويدور مش لاقي اي اثر للريحة دي لحد ما يفتح شنطة العربية فلقى الولد جوه شنطة العربية متوفي، قبضوا عليه واتهموه بان هو اللي خطف الولد وقتله. بعد ما جابوا الكاميرات المراقبه طلع ان الولد كان بيلعب في الشارع ولقى الشنطه مفتوحه فدخل وبيلعب وقفل على نفس الشنطه. والراجل ما فتحش الشنطه، يعني احنا دايما لما بنسوق عربيه مش شرط بنفتح الشنطه أيوة كل يوم. فانت متخيله انت سايقه عربيتك اربع ايام وفي حد ورا وانت مش عارفه واهلي واهله بيدوروا عليه ومش عارفين يجيبوه ويتم اتهامه جدا، ولولا رجل امن بحريني محترم حس ان الراجل ده مظلوم مع انه الجثه عنده والجريمه عنده كل حاجه وعرف يدور. المشكله ان الولد اخر كاميرا مراقبه جايباه وهو بيلعب وبعد كده اختفى فمش ظاهر بقى، قعد بقى يدور على كاميرات. طبعا القضيه كانت خلاص عدى مثلا اسبوع او اسبوعين، فازاي يلاقي بقى الكاميرا اللي احتمال تكون جابت الولد ده؟ فقضيه صعبه لانه اهله كانت صعبه قوي يعني ومفيش جريمه يعني، هو مفيش حد ارتكب جريمه، بس الولد لما تشوفي شكله وتسمعي التفاصيل اللي حصلت جوه صعبه جدا بعد السيرش يعني. السيرش اللي بتعمله والبحث ده كله احيانا كده بتحس ان انت من التفكير مش عارف تنام. انا عشت جوه القصه طبعاً وانت بتحكيها لي. طبعا طبعا انا في البدايه خالص كنت بهتم شويه بالقضايا اللي فيها الماورائيات اكتر شويه، كنت بجيبها يعني كتير قوي. فدي كانت بتعمل لي مشكله بقى انه كان مستوى التفكير بايه بيشطح قوي يعني تلاقي في حاجات والله حاجات غريبه. اصل الناس اللي بتحب تفكر ممكن مخها اصلا ما يفصلش وهي نايمه خالص خالص خالص. انت بتقعد تفكر في يعني هي ثلاث حاجات مثلا اربع حاجات، انت بتفكر في القضيه اللي انت بتكتبها او شغال عليها كحلقه، وبتفكر في الحلقه اللي جايه عباره عن ايه، ومتاثر بالكام حلقه اللي انت عملتهم فدماغك عماله تفكر. كل ده بجانب شغلك الاساسي بتعمله في شيء اضافي. انا كمخرج استفدت من حاجه بس، ان انا عارف انفذ شغلي يعني، ودي فادتني قوي ان انا عارف انفذ شغلي، عارف اصور نفسي، عارف امنتج لنفسي يعني، عارف اعمل ده. وانا زي ما انا في
انا حاليا يعني ديجيتال ماركتنج اصلا، ف القصه دي بقى اللي خلاني افهم من الديجيتال كمان خلاص هو مؤثر قوي، انه احنا السيزون ده بيبقى رمضان يعني، انه معظم الكلاينتس دلوقتي بقوا نسبه اكبر متجهين للديجيتال بنسبه اكبر بكتير، فده عرفنا ان خلاص انه التاثير الاقوى من الديجيتال او الاونلاين بشكل عام تاثير اقوى. انا بشوف ان هو تطور طبيعي لوسائل الاعلام، ولو خدته او لو تعاملت معاه ان هو اللي هو اصل يقول لك ده عالم افتراضي ده لا، انا ما بشوفهاش كده بصراحه، انا بشوفها انه انتشار اكتر، هو انتشار وتطور وسيله اعلام. يعني هو احنا في احنا زمان ما كان مكتوب فقط وكان حاجات مطبوعات، ولما ظهر الراديو كان تطور في وسيله اعلام انها تبدا تسمع الخبر مش هتقراه بس، لما ظهر التلفزيون بقيت هتسمع وتشوفه، فلما ظهر السوشيال ميديا بقى يدي مساحه للمتلقي نفسه ان هو انا هوصلك في اي حته، اوصلك مش مضطر تروح البيت عشان تتفرج على التلفزيون، ده واحد، ولا مضطر في العربيه عشان تسمع، مش مجبر تشوفني يعني، انت لو مش عايز غير شوف حد تاني بالظبط. عكس انه التطور ده لازم انه الناس تكون مقتنعه بيه. يعني انا دايما حتى لما بقابل طلبه اعلام او اللي لسه متخرجين جديد من اعلام اقول له انت فرصك احسن بكتير. يعني انا لما اتخرجت كنت بتدور على فرصه عشان تثبت وجودك، انما انت دلوقتي انت تقدر تصنع الفرصه، انت اصنع فرصتك، صور وحط الكونتنت بتاعك على الاونلاين والناس هتشوفك، مش مضطر الاقي حد يديني فرصه، ومش لازم التابوهات القديمه دي يعني. طب صور واعرض للناس زي ما انت بتقول انت مش مضطر تشوف حد يعمل لك شغلك. طب انتاجيا بقى القصه دي انتاجيا بتبقى مكلفه صعبه، انت عندك تيم؟ ما انت مش شرط تبدا كده خالص. يعني انا 2017 لما بدات ما بداتش كده، وما ينفعش حد يبدا كده. السوشيال ميديا نجاحها الحقيقي اجتهاد شخصي، ما ينفعش اقول لك ان تيم لا خالص، اجتهاد شخصي. انا هدي مثال مثلا بحبه جدا، الدحيح مثلا. انا شايف انه اقوى صانع محتوى مصري وعربي. بس الدحيح يعني تيم كبير قوي، بس ما بداش تيم. يعني الدحيح تمام زمان قوي، بتشوفي فيديوهاته القديمه كان على ستاره في بيته ومقتنع بفكره وقدمها، لما الفكره كبرت ابتدى بقى في حد، المسؤوليات ينتج. بتكبر. انه انا زمان كنت ممكن اقدم كل 15 يوم حلقه عادي، كل اسبوع حلقه، وممكن مش قادر خلاص. طبعا الاستمراريه مهمه جدا، ده غلط، بس الاستمراريه وانك تستمر مهم، بس بعد ما يبقى عندك مسؤوليه، عندك ناس بتتابعك وناس بتقول لك ارائها وناس بتبعت لك وكده، بتبقى على الاقل عايز تلتزم معاهم عشان الناس مستنيه تشوف، الناس مستنيه. فلازم تبدا تعتمد على تيم، بس الاعتماد على التيم ده لازم يكون التيم نفسه بيحب اللي بيعمله برضه معاك، مش شغلانه. طب اخترت التيم بتاعك بناء على ايه؟ بناء على اشتغلنا مع بعض وقت طويل وجربنا بعض في شغل كتير، فلقينا ان الدماغ قريبه جدا لبعض. عارفين نكتب حاجة أو ندور على حاجة، لو أنا سامح قعدت لوحدي ممكن أعمل نفس اللي هو عمله ده بالظبط، أو اللي هي عملته بالظبط يعني بنفس الطريقة. فبتيجي كده إنه الاحتكاك فترة طويلة، وفي نفس الوقت إن أنا عارف ومتأكد إن اللي قدامي ده مش عارف أقولها إزاي صح، يعني مش فاضي، يعني هو مليان، هو عنده حاجة يقولها. فبس يعني دي لازم تكون مهمة قوي، ان هو يكون عنده استعداد حتى لو قرا سطرين يقدر يفهم من وراهم ازاي تصنع منها محتوى. طيب عايزه اسال حضرتك على حاجه برضو، انت بتستخدم الذكاء الاصطناعي في كتير، في صور، في فيديوهات للفيديوز اللي بتعملها. طيب الفكره دي جات لك منين، وهل كان صعب تنفيذها في الاول ولا لا؟ قعدت اتعلمها فتره طويله، مش فتره قليله. بس جات لي منين بقى؟ لانه اغلب القضايا معظمها بيبقى عباره عن صورتين بالظبط، الجاني والمجني عليه، بس خلاص.
دي كده القصة. طب تعالى نكتب القصة بقى. لا ده مشي في الشارع ودخل بيوت واتغدى وكل وعمل في تفاصيل. طب هتنقلها ازاي للناس؟ وإلا هبقى بودكاست او راديو خلاص، انا قاعد بتكلم بس فمش لازم صورة. ازاي تخلي الناس تحس الموضوع تشوفه بالزبط. فكان الحل الامثل انك تتعلم ذكاء اصطناعي. ازاي تشرح لميد جيرني، اسمه ميد جيرني، تشرح له السين او المشهد ويبدأ يصنعه لك، وتبدأ تختار اقرب حاجة لايقة على القصة كمشهد، وابدأ تتعلم بقى ازاي تعمل حاجة قريبة قوي للقصة. موضوع صعب جدا جدا، مش سهل خالص. لا طيب انا طبعا مبهورة بالحضرتك بتعمله، لان هو يعني بياخد جهد نفسي وجهد ذهني جدا وحاجات كتير قوي وسيرش. ويعني هو حضرتك بدأته لوحدك ودلوقتي معاك تيم، بس ستيل هو صعب مش طبعا سهل طبعا. طب الاستمرارية بقى بتفكر فيها ازاي؟ انا حاليا بشتغل على فكرة تحويل الاواضي نفسها، بس مش كلها يعني. عن سلكت يعني حاجات معينة هيعاد تمثيلها تاني بشكل درامي، يعني تكون قضية قوية جدا. وغالبا هنبدأ بقضية المهندسة نانيس بتاعت مدينة نصر اللي هي سنة 92 دي او سنة 97. القضية دي كانت قضية رأي عام كبيرة جدا، فازاي تعيد تجسيدها تاني. وانا حاليا بقى بحضر يعني لبرنامج في واحده من القنوات العربيه عن سلسله القاتل المتسلسل، بس يعني دي هتبقى الموسم الاول كله عباره عن القاتل المتسلسل فقط. طبعا دي جرائم عالميه بقى اكتر، فكره انه القاتل المتسلسل ده حاجه كده خطيره يعني. وفي كمان لو في بتبقى بيقتل لسبب معين نفسي، زي في جرائم بره كتير اجنبيه كانت مثلا من الحاجات اللي قريتها عن حد، كان واحده كان عندها اعتقاد ان لما بياخدوا جلد الاطفال بيعملوا منه نوع حاجه معينه للتجميل، فكان الاغنياء فدي كانت بتقتل علشان كذا. ففي بقى جرائم من دي اجنبيه كتير قوي بيبقى وراها حاجات امراض نفسيه جدا. في القاتل المتسلسل ده اصلا دي دراسة كبيرة جدا على شخصه، لأنه غالبا هو شخص لما هتشوفيه لا يمكن تتوقعي لحظة إن هو قاتل ممكن يقتل. لا يمكن، وهو بيبقى قتل عدد كبير جدا، مش أقل عدد 40. أقل عدد 40، والأربعين بنفس الشكل وبنفس الطريقة، ولازم يسيب سيجنتشر، لازم يسيب ليه إمضة أو علامة في كل جريمة ثابتة. فده اللي بنحضره ان شاء الله. ده ما اعتقدش انه حصل في عالمنا العربي. حصل في مصر في قواضي زي بني مزار، واشهر قضيه في مصر تعتبر قاتل متسلسل ريا وسكينه. بس ريا وسكينه لان هي في الاخر القضيه دي اختلفت عليها الاقاويل وقال لك لا اصل دي كانت شغاله مع كذا وده اللي هو كانوا في اراء كتير في بس القضيه. بس اقصد ان الكونسبت بتاع ريا وسكينه هي نفس فكرة القاتل المتسلسل، اللي هو بالزبط بنفس الأداء بنفس الطريقة نفس المعاونين بالظبط، نفس التنفيذ ما بيتغيرش. وفي قدام جدا في مصر يعني، في كتير قضية بني مزار اتقفلت من غير ما يلاقوا الجاني، ما لقوش الجاني، وإلى الآن قضية ملهاش تفسير وصعبة جدا جدا. دي كنت هروح أصورها يعني، كنت مسافر أصور أنعيد تجسيد القضية دي تاني، لان هي فعلا قضية غريبة. 10 افراد يتقتلوا بنفس الطريقة في 3 بيوت مختلفين ما لهمش علاقة ببعض يعني، وفي نفس التوقيت يعني. يعني اللي نفذ 10 اشخاص صح؟ لا اللي ماتوا 10 اشخاص. لا انا بتكلم في نفس التوقيت. اللي نفذ مستحيل يكون شخص، هم قبضوا على شخص، هم مجموعة، بس بعد كده قالوا انه مش هو. بس الفكرة انه طريقة تنفيذ بني مزار طريقة غريبة يعني. ممكن تحكي لنا لانه في ناس كتير قوي ما تعرفش التفاصيل، لو حضرتك قريها كويس. بني مزار عبارة عن الاتي، انه هي قرية هادية اصلا، واي صوت فيها هيتسمع. وصلاة الفجر في القرى اللي هي
بتبقى وقت تجمع معظم الاهالي. يعني لو ما الرجاله يعني بينزلوا يصلوا في الجامع وبيتقابلوا وبيبدا العمل بعد الصلاه على طول. فتم اكتشافها ازاي؟ ان هو واحد نازل يصلي الفجر ومتعود يلاقي اخوه فما لقاهوش. استناه شويه ما جاش، خلص صلاه طلع على البيت بيخبط محدش بيفتح، فتح جاب مفتاح معاه فتح الباب دخل لقى اخوه ووالدته مقتولين وبطنهم مفتوحة. يعني الشرح رخم شوية بس هو ده اللي حصل يعني. وجنب كل حد متوفي حمامة راسها مقطوعة، فصوت وقعد يصوت عشان الناس تتلم، جريمة يعني كبيرة. بعد شوية سمع صويت طالع من البيت اللي جنبه. ايه اللي حصل؟ لقوا ستة مقتولين بنفس الشكل ومقتولين في أماكن نومهم، يعني مش حد، حتى مفيش مقاومة، يعني لا نايم هنا فميت هنا، أنا نايم هنا فميت هنا، نفس الطريقة، وبطن مفتوحة وبتر بعض الأعضاء اللي في الجسم أغلبها أعضاء تناسلية بترها أصلا، وبرضو حمامة جنب كل جثة مقطوعة الرأس، واللي اتقال يعني جدا يعني وحقيقة إنه الحمامة الذكر جنب الراجل والحمامة أنثى جنب الأنثى، فده مش حد عادي. لا ده حد اكيد منتل مش طبيعي، مش طبيعي. بعد ساعتين ولد كان بايت عند جدته بالصدفه وقال يروح بيت باباه عشان يجيب كتب عشان يروح على المدرسه. طلع البيت لقى اهله كلهم مقتولين، اجمالي 10 بقى اجمالي الناس اللي لقوهم 10. طب نفس الطريقه بنفس الشكل، غريبه جدا. كل اللي لقوه فردة حذاء واحدة بس فوق سطح واحدة من المنازل. وقالوا غالبا دي خاصة بالشخص اللي عمل كده. طبعا يدوروا على البصمات، مستحيل تلاقي بصمات. السبب ان الاهالي القرية اتجمعوا على الثلاث بيوت فكله مسك كل حاجة، كله مسك البيبان والسجاجيد، كل اتمسكت في البيت. فانت مش قادر تحدد حتى البصمة الغريبة. خلاص كله دخل فمش قادر. وبالنظرية اللي قلناها في اول الحلقة ان اقرب الناس هو اللي هتشك فيه، فممكن وارد يبقى حد من اللي جاي يصوت مع الناس اللي جاي تصوت. اللي خلى حتى النظرية دي ما تجيش ايه؟ ان الثلاث بيوت ما لهمش علاقة ببعض، ولا قرايب ولا اصحاب ولا معارف، ولا في خلافات خالص بينهم، ما يعرفوش بعض. يعني جيران لكن ما فيش علاقة. يعني مش مثلا انا متضايق من اهل فلان فرحت انتقمت منه خالص. فغريبه. طب بعد ما قبضوا على محمد ده، ربنا يرحمه بقى، استاذ طلعت السادات من اعظم المحامين وكان عضو طبعا مجلس الشعب، ما اقتنعش بان محمد ده اللي ارتكب الجريمه لوحده. لا يمكن. ف بقى المحامي بتاعه مجانا، يعني اصر انه يدافع عنه. بعد ما دافع عنه، اولا لقوا فرد الحذاء دي مش مقاسه مش بتاعته، اكتشفوا ان هو ما ينفعش يعمل كده، لان الطب الشرعي مطلع التقرير بتاعه ايه؟ ان كل الفتح اللي في جسم الانسان اللي مات ده طبي، فلازم يبقى حد فاهم البتر الاعضاء بشكل طبي. مش شخص دخل ضرب ضربتين ومشي، يعني ده لا، ده حد فاهم هو بيعمل ايه. طب وطب الشرعي ما قالش ان دول كلهم كانوا في نفس الوقت؟ كلهم متوفيين ما بين الساعة 1:30 بالليل لحد الساعة 2:30 بالليل. يعني هي الجريمة تمت في ساعة. فالساعة دي مش شخص واحد هيقتل فيها 10. ده بقى اللي حصل. قتل وبتر طب الأغرب إيه بقى؟ إن البيت التاني، ودي الأغرب، إن البيت التاني اللي توفى فيه أب وأم وطفلين صغيرين. عندهم بنتين كمان. يعني كانوا عايشين في، يعني عايشين في الشقه اللي فيهم. هم سمعوا صويت البنتين، البنتين نايمين فوق مش سامعين حاجه. يعني ولا حد سمع حد بيقاوم، ولا حد بيصرخ، ولا حد قال اي، مفيش صوت. فانت يعني ايه تدخل تقتل 10 بالطريقه دي ومفيش صوت؟ مفيش حد حتى متحرك من مكانه. اللي هو حاول يقاوم فمات خالص. يعني معظم القواضي اللي بنشتغل عليها او بتتكتب، يعني انه مثلا بكتشف انه طريقه الطعنه نفسها في الطب الشرعي بتوضح ده كان مات وهو قاعد ولا هو واقف ولا هو كلهم نايم. مقتولين في مكان نومهم بنفس الطريقه.
يعني الاحتمال الأكبر إن ده لو كان طبيب فهو خدرهم وهم نايمين علشان ما يحصلش أي صوت أو مثلا وطبعا الإشاعات طلعت كتير، أنا قايلها في الحلقة يعني الإشاعات طلعت كتير إنه قبل الجريمة بأسبوع كان في عربية إسعاف وصلت القرية وخدت عينات من الأهالي دم، وبعد ما خدت العينات دي سابت علامات معينة على بعض البيوت منهم البيوت دي، وبعد كده العربية دي اختفت. لما الأمن كلم وزارة الصحة، وزارة الصحة أنكرت إنها بعتت عربية إسعاف أصلا، هي ما بعتتش عربية إسعاف للقرية خالص يعني. فمحدش عنده تفسير واضح لبني مزار دي عبارة عن إيه، ولا حتى كانت جريمة سرقة أعضاء ولا حتى ده ولا سرقة حتى، يعني مفيش حاجة من البيوت متاخدة. فأنت مش عارف طب اللي ارتكب الجريمة دي كان عايز إيه، ما ولا حد فاهم. طب تتقفل على إيه؟ مفيش للأسف مفيش يعني أحيانا برضو ضعف ثقافة الناس في فكرة. وطبعا يعني ربنا يعين الشخص اللي ممكن يبقى تم ارتكاب جريمة عنده في البيت، إن أنت ما تتحركش في البيت يعني لقيت جريمة بلغ، ما تدخلش انت، ما تقعدش، لانك اكتشفت انه ده بيبوظ المعمل، بيبوظ كل حاجات المعمل الجنائي. عمال تحط بصمات وعمال تدخل حاجات من رجلك لجوه البيت، فمش قادر يحدد هو ده اللي قتل ولا ده ناس تانية ولا. التفكير الكتير ده ممكن يوديك ان انت مثلا تقتنع بتقولتي دلوقتي ما ورائيات، فانت ممكن تقتنع بان في جريمة حصلت من غير سبب، جريمة حصلت بحاجات أكبر من تفكيرنا. في جرائم كتير قوي على مستوى العالم لما بنقراها كده بلا سبب، في حاجة غلط أو في حاجة غريبة بلا سبب يعني. يعني في واحد مشهور قوي بس مش فاكر اسمه، بس يعني هحاول أفتكره وأنا بقولها. يعني ده شخص ركب طيارة وخطف طيارة وبعدين وسرق فلوس من كل الركاب وركب ولبس اللي هو المنطاد ده ولا معرفش اسمه ايه ده اللي هو اللي بيطيروا بيه ده، وفتح باب الطياره ونط ولا حد يعرفه لحد النهارده ده مين. وسرق وكان عارف انه على الطياره فلوس كتير قوي، يعني كان في فلوس محطوطه على الطياره بتتشحن من مكان لمكان، وبعض من الركاب رجال اعمال كان معاهم فلوس كتير، هو سرق كل ده ونط من الطياره. معقول ما فيش حد من الركاب مع ان هو شخص وهم عدد كبير ما حدش عارف يسيطر عليه؟ كان معاه سلاح، ازاي يطلع بسلاح على طياره؟ طب هو مين؟ ازاي ركب طياره اصلا والامن مش عارف هو مين؟ طلع ان الباسبور مش مظبوط مزور، طلع ان كل حاجه مزوره. طب انت يعني ايه اللي يخليك تعمل كل ده؟ ايه المغامره انك تنط من طياره عشان تنفذ جريمه؟ يعني غريبة، يعني مش طبيعية، يعني هي مجازفة مش بس حاجة طبعا غريبة. واللي انا استشفيته من لقائنا دلوقتي ان احنا لما بنعمل حاجة بحب عندنا باشن او شغف طبعا ان احنا نعملها بكل حذافيرها. يعني انت بتتكلم على الجرائم مش عشان انت بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا ولا عايز فيوز ولا عايز ريتش يعلى ولا الكلام ده كله، انت يعني حضرتك في حتة تانية خالص، انت بتعمل ده بحب بشغف، بتعمله في باشن مخليك تمشي ورا الحقيقة دي علشان تعرف الجريمة دي حصلت ليه، وبتدور وبتذاكر. لو هتقدم حاجة اونلاين او غيره حبه، مش مجرد اني بعمل الفيوز تفرق اكيد، بتديك باور على الاقل ان انت مكمل ان الناس حابة اللي انت بتقوله او حابة اللي انت بتقدمه، لكن مش هي المعيار اللي يخليك تقعد تعمل فيديوهات. يعني لازم تكون بتقول حاجة. مبسوطة قوي باللقاء ده، نورتني ونورت اي تي سي كلها، المخرج المميز اللي بيحب شغله بجد سامح سند كان منورنا النهاردة في عيش سعيد. شكرا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة ونشوفكم في حلقات تانية من عيش سعيد. باي باي. عيش سعيد، لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك.
عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك. عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك. عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح. اسعى اتعب بتقدم هتشوف ارباح. 24 ساعة ليدي او غموعك. يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك. بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك. هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد.